أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في الحلقة الجديدة من برنامجكم أنت تسأل والكتاب يجيب. موضوعنا اليوم الله القدير في القرآن والكتاب المقدس. يا ترى ما هو هذا المفهوم عن قدرة الله في القرآن وفي الكتاب المقدس؟ هل هو ذات المفهوم أم هناك اختلاف واختلاف جذري كما سنرى؟ دعوني أولا أعزائي المشاهدين أرحب بضيفي الكريم أخي الحبيب كريم الإيراني. أهلا وسهلا أخ كريم. السلام ونعم لك أخوي إسماعيل، الرب يبارك حياتك، والسلام ونعم للسادة المشاهدين جميعا. أشكرك أخي الحبيب كريم. أعزائي المشاهدين، ونحن نتفكر في الله الكلي القدرة لا يمكننا إلا أن نفكر أولا وبادئ ذي بادئ في قدرة الله في الخليقة. فعندما نتفكر في الطبيعة حولنا والسماء فوقنا والتصميم والدقة، الدقة في التصميم في داخلنا، نقف في ذهول أمام خليقة الله ونسجد في خشوع أمام الخالق الذي بالفعل خلق فأبدع. ونحن نتتبع حكمة الله في خليقته لا يسعنا إلا أن نعاين عظمته الظاهرة في قدرته على الخلق وقدرته على حفظ ما خلق. فالسماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، أو كما قال الرسول في رسالة رومية الإصحاح الأول، المخرج حيطلع لنا أول سلايد، يقول الرسول وهو يثبت وجود الله من خلال مصنوعاته، فيقول لأن أموره غير المنظورة، أي لاهوته، وجود الله ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته حتى إنهم بلا عذر. فعم بيقول إنه البشر ما عندهم عذر إنهم لا يعرفوا الله. ليش؟ لأنه الله ظاهر من خلال خليقته، من خلال قدرته السرمدية في خليقته، وكما قال أحدهم الخليقة تشير بإصبعها إلى الخالق، فالخليقة تشير إلى الخالق. لن نتوقف كثيرا عند قدرة الله ووجود الله في الخلق أحبائي، لأننا أعتقد أنه الكثيرون 90% من البشر اليوم يؤمنون بوجود الخالق، بغض النظر بعدين ما هو شكل هذا الخالق، نوع هذا الخالق، صنف هذا الخالق، لكن هناك يعني معظم البشر يؤمنون بوجود الخالق من خلال خليقته. لكن موضوعنا اليوم التركيز حيكون أكثر، هل يقدر الله أن يعطي كتابا من عنده؟ وإن أعطى هل هو قادر على حفاظه، أن يحافظ عليه؟ السؤال الثاني الأهم، هل يقدر الله أن يصير إنسانا إن هو أراد؟ والله لا، أنت على كل شيء قدير، بس لما بيجي الأمر، عندما يأتي الأمر لأنك تدخل إلى خليقتك وتتجسد، هذا خط أحمر، أنت لا تقدر أن تفعل هذا. سنناقش هذا الأمر أيضا. شأكيد هناك أمور لا يقدر الله أن يعملها، سنتوقف عندها لأنها مضادة لصفاته ولطبيعته. لكن ما يهمنا اليوم الكتاب في الوحي، الكتاب المقدس الوحي، هل عندما يعطي الله وحيا هل يحافظ عليه؟ هل هو قادر على أن يحافظ عليه؟ هل يقدر أن يدخل إلى خليقته يصير كواحد منا لكي يقدر أن يعيننا ويخلصنا من مشكلتنا، أم أننا نقول له لا أنت لا تقدر، نحن نقدر أن نخلص أنفسنا؟ وبعد ذلك عندما يخلص الله إنسان في المفهومين الإسلامي والمسيحي، سؤال، هل يقدر الله أن يحفظ ما قد خلصه، يثبته؟ وبعد ذلك هل هناك عند الله قدرة على أن يتمم كل عمله، مثل ما نقول بالإنجليزي to wrap up all the loose ends، هل يقدر الله أن يلم كل الأطراف ويحول كل الأشياء ويجعلها تعمل معا لخير الناس الذين آمنوا به وأحبوه ولمجده ولإكرامه، هو الخالق العظيم والفادي العظيم؟ أعزائي المشاهدين، مرة أخرى هذه المواضيع وهذه الأسئلة ستكون محور حديثنا في هذه الحلقة. لذلك أدعو إخوتي المؤمنين، صلوا
لأجل هذه الحلقة، صلوا لأجل أن الرب يلمس القلوب ويغير الأفكار ويفتح الأذهان، ينير الأذهان ويفتح القلوب. وصلاتي عزيزي المشاهد أنك تستمع لما سنقدمه اليوم بذهن منفتح، بقلب واع، رغبة منك أنك تعرف الحقيقة. وأؤكد لك أن الحق سيظهر والمسيح سيظهر ذاته لك، وستكون من هؤلاء الذين يقول عنه الكتاب عارفي الحق. عارفي الحق، تعرفه معرفة شخصية، تقبله في قلبك وحياتك ويكون لك كل شيء. أخي الحبيب كريم، مرة تاني أنا برحب فيك بالبرنامج وبسألك السؤال الأول. أخي الحبيب، يا ترى بحسب المنظور الإسلامي ما هو المفهوم السائد والغالب والطاغي على عبارة أن الله على كل شيء قدير؟ تفضل أخي الحبيب. بالإسلام لا نستطيع نفهم هذه الجملة أخي إسماعيل إلا أن لا نذهب إلى الكتب الإسلامية، ولكن بمفهومها العامي أن الله يستطيع يعمل كل شيء للخير، هذا بالمفهوم اللي إحنا نفهمه. ولكن بالمفهوم الإسلامي إحنا هناك عندنا ثلاثة كتب. هاي الثلاثة كتب الآن يعني في بعض حديثي بعض المسلمين يعني لا يقبلون كلامي، ولكن هذا الكلام سائد في الأمة الإسلامية، يعني مشت عليه المفسرين والصحابة وجاء يعني بإجماع علماء المسلمين. هناك قرآن مدني وهناك قرآن مكي وهناك سنة، ثلاثة كتب أو ثلاثة يعني محاور مختلفة من بعض. في القرآن المكي محمد كان يتكلم نسخ الآيات في القرآن المدني، أتت السنة عند بعض المسلمين ليس كلهم يقول السنة تنسخ القرآن، وفي مقاطع كثيرة على اليوتيوب يعني كل مسلم يجد يستطيع أن يشاهدها، السنة تنسخ القرآن، وهذا علماء كبار المسلمين يقولون هذا الشيء. يعني في بعض أحاديث بالسنة نسخت آيات قرآنية وبطلت حكمها. فلما نعرض هذه الثلاث كتب إن الله قادر على كل شيء وإن الله على كل شيء يعني كل شيء عند الله مستطاع كما يقول الكتاب المقدس، نجد أمور الله قال استطيع عملها ووعد إنه يستطيع عملها ولم تتحقق، يعني بعث أو يعني أخذ خطوة لكي يحققها وبعدين هو نفسه تراجع قال لا أنا بخلوها بعدين الآن مش وقتها. يعني في آيات قرآنية فيما بعد راح أعرضهم وخليهم يعني السادة المشاهدين يبحثون هذا الأمر. ولكن بمفهومنا إحنا الحالي إن الله يستطيع يعمل كل شيء للخير، هذا اللي مفهوم إن الله قادر على كل شيء. ليس معنى كل شيء الله يقول هل الله يستطيع يكذب؟ لا، مخالف للصفات الله لا يكذب. فهل الله يأمر يعني بالشر؟ الله لا يأمر بالشر، لمخالف للصفات الله رحيم، فيعمل كل شيء للخير بمفهومنا. ولكن بمفهوم الإسلامي يختلف، قرآن مدني وقرآن مكي وسنة. عند أهل الشيعة أيضا نفس الكلام، قرآن مدني وقرآن مكي، وهناك يعني أيضا يسمونها سنة، هي أقوال أهل البيت، يعني كتب أهل البيت وأقوال أهل البيت. أكثر التشريعات الإسلامية اللي موجودة حاليا، أنا أعطيك مثال أيضا، يعني أكثر التشريعات الإسلامية اللي موجودة هي حاليا يعني من الكتب الحديث، يعني عند السنة وعند الشيعة، في القرآن غير موجودة. يعني أهم شيء بالإسلام وهو العمود الأول أنك يعني أي شخص العمود الأول أن يدخل الإسلام الشهادتين، الشهادتين غير موجودة بالقرآن، الشهادتين غير موجودة. يعني الشخص اللي يدعي المسلم أنك تكون مسلم هو غير موجود في أهم كتاب عند المسلمين اللي هو القرآن. الشهادتين هي ركن، أول ركن بالإسلام، يعني من أول أركان الإسلام هي الشهادتين، والشهادتين غير موجودة بالقرآن. يعني لا يقول اشهدوا هاي الشهادتين تكون مسلم، في الأحاديث موجودة أي نعم، عند الأحاديث موجودة عند السنة وعند الشيعة. ففي امور يعني مختلفه بالكتب، لازم يعني ناخذ الكتب سنه يعني قران مدني وقران مكي وسنه ام شيعه ونضعها مع بعض ونشوف هل الله حققت اقواله، هل الله بالفعل كان قادر على كل شيء، هل الله فعل افعال وتراجع عنها، فيما بعد نناقش هذا الامر. الرب يبارك حياتك. اشكرك اخي الحبيب كريم. بما انه جاء الحديث عن الكتب والوحي، خليني عزيزي المشاهد أقدم لك مفهومي أنا شخصيا من الكتاب المقدس على قدرة الله في إعطاء الوحي وقدرة الله في حفظ ما أعطى، وبعدين هأعطي المجال لأخي الحبيب كريم لكي يبين لنا من المنظور الإسلامي هل كان الله قادرا على حفظ ما أعطاه أم أنه سمح بتحريفه وبعدين أعطى كتاب تاني ويعني شرع لنفسه أو أخذ على عاتقه أنه يحفظ هذا ولا يحفظ ذاك. قدرة الله أيضا ظهرت في كتابة كتابه الوحيد للإعلان عن ذاته للبشر.
كتاب الله الوحيد لإعلان ذات الله، يعلن عن ذاته للبشر، هو في هذا الكتاب الواحد الوحيد. وحنشوف أكثر ليش عم بقول الواحد الوحيد. البشر الذين خلقهم الله على صورته، فعندما نتأمل كيف أن روح الله يمتلك أحاسيس ومشاعر وعواطف وانفعالات الكاتب وليكن موسى مثلا، ويسيطر على أفكاره وعلى المخزون اللفظي الألفاظ اللي عنده، ويسيطر على أفكاره ومفرداته فتخرج الكلمات وحيا، فتخرج الكلمات وحيا ليس معنا. الله أعطى الأفكار للكاتب وقال له صيغها بأسلوبك، أبدا، لكن تخرج الكلمات وحيا لفظا ومعنا، على أنه في ذات الوقت لا يلغي شخصية الكاتب الذي استخدمه الله. هذه هون المعجزة في حد ذاتها، والتي يسميها الكتاب المقدس الوحي، الوحي. فالله لا يملي على إنسان اكتب اكتب اللي حقول لك إياه، هذا إملاء، كلا، ولا يعطيه أفكارا ويقول له يلا اكتبها أنت بالصيغة اللي أنت بتفهمها وبالأسلوب اللي أنت يروق لك، أبدا. لكن يا أحبائي، الله هيمن وسيطر على الكتاب انفعالاتهم أفكارهم، على أنه لم يلغي شخصياتهم، فخرج الكتاب المقدس بعنصريه الإنساني والإلهي، لكن خرج معصوما، خرج كاملا، خرج موحا به. ويقول الكتاب تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. لكن أيضا الله لم يكتفي بأنه أوحى فكره وأعلن عن ذاته وكشف لنا قلبه من خلال المكتوب، لكن أحبائي بعد أن أوحى بالطريقة اللي ذكرت قبل قليل، طريقة الوحي، لكن حفظ ما أوحاه. فالله يا أحبائي هو الذي أوحى لأكثر من 40 كاتب في فترة تزيد عن 1500 سنة بلغتين، في العبرية واليونانية، واشترك في الكتابة ناس من مختلف الخلفيات من مختلف البيئات، وبعدين طلع كتاب واحد وحيد، وحدة متواحدة متراصة مترابطة متجانسة. وبعدين هل يقدر أن يحفظ ما أوحى؟ ما هذه الروعة أحبائي. الله يا أحبائي الذي أعطى الوحي هو الذي مسؤول عن حفظه إلى الأبد. كلمتك يا رب مثبتة في السماوات. وقال الرب يسوع أحبائي كلمته الشهيرة اللي حتطلع عندك هلأ، سلايد الرابع، الرب يسوع يقول هذه الكلمات: السماء والأرض تزولان وأما ولكن كلامي لا يزول. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. الله يا أحبائي الذي أعطانا الوحي، الله الذي أوحى كلمته لنا لكي يكشف لنا قلبه ويعلن لنا عن فكره ويعلن لنا عن ذاته ويكشف لنا حقيقة أنفسنا، أننا خطاط، أننا أخطأنا، أجرة الخطية موت، وأنه دبر طريقة لخلاصنا، أرسل ابنه الوحيد لكي يموت على الصليب ويقوم، وبعد أن صعد: إن كنت أتوب وأؤمن به أنال الحياة الأبدية وأكتشف الغرض الذي من أجله أوجدني الله. كل هذا موجود في الكتاب المقدس. لكن هنا الآن آتي لي المفهوم، هذا المفهوم، هل هذا المفهوم موجود في القرآن؟ أخي الحبيب كريم، بعد هذا العرض اللي عرضته من المنظور، منظور الكتاب المقدس لكيف أوحى الله الكتاب المقدس، كيف أوحى الله وأعلن عن ذاته لكتبة الوحي، وبالتالي وصل لنا هذا الإعلان، وكيف الله أنه ملزم، إذا كان يعني كان بإمكاني أن أستخدم هذا التعبير، الله مسؤول أحبائي من جهة كلمته التي أوحاها. هل هذا الكلام موجود في المنظور الإسلامي؟ طريقة الوحي هل هي مماثلة؟ وكيف يقدر الله في القرآن وفي الإسلام يحافظ على كتاب وبعدين بيقول لك لا، التوراة والإنجيل قد حرفت؟ اتفضل أخي الحبيب. أولا، من منظور الوحي في القرآن أو في الإسلام يعني مجمل، محمد كان في غار ويتعبد أو يسمونه يتحنث على دين إبراهيم الخليل. المسلمين يعني ما يعرفون ما هو دين إبراهيم الخليل أساسا، على دين إبراهيم الخليل. فأتاه شخص بستمائة جناح
هذا وصف جبريل عنده 600 جناح بين السنة والشيعة متفق عليه، يعني 600 جناح. فأتابع أقرأ ماني بقارئ، فجاء محمد بهذه الرسالة الإسلامية: أقرأ باسم ربك الذي خلق، اللي هي في صورة الغلم. فمحمد جاء بهذا الكلام إلى خديجة وقال لها: أتاني شخص. قالت: هل أنت متأكد يعني وحي أم شيطان؟ قال: لا أعلم هل هو وحيا أم شيطان. صاحب الرسالة ما كان يعرف وحيا أم شيطان. فالقصة اللي متداولة عند أحباء المسلمين: برهان الوحي، قل على أيمن والأيسر واجلس وقوم. قالت له: أبشر يا ابن عم، إنه وحي وليس شيطان. يعني هنا تساؤل كثير. خديجة حسب المفهوم الإسلامي أمرأة ناقصة عقل ودين، وشهادة المرأة غير مقبولة بالإسلام، هي الشاهد الوحيد لمحمد. هاي نقطة يعني جوهرية، شهادة المرأة نصف شهادة الرجل. يعني هل محمد عنده نصف نبوة ليس نبوة؟ هذا السؤال أيضا يطرح على أحباء المسلمين. ففيما بعد يعني محمد يقول أنه تأكد أنه جبريل. كيف تأكد؟ لا نعلم يعني. فمحمد يعني في كلامه هو أدان نفسه، قال: أنا جبريل لما أتاني قال لي أنا أتيت بالكتب السابقة إلى الأنبياء. طيب كل الكتب السابقة اللي قبل محمد لا تتوافق مع كلام القرآن إطلاقا، لا تتوافق مع كلام القرآن إطلاقا، فكيف يكون هو نفس الشخص جبريل أوحى التوراة والإنجيل؟ فهذا الكلام يعني هو مخالف للعقل والمنطق والغراء. لهذا السبب محمد تم يعني منع عمر بن الخطاب يقرأ في الكتاب المقدس. يوم من الأيام، وهذا في السنة موجود وحديث صحيح، وجد عمر بن الخطاب يقرأ في التوراة. ما هذا يا عمر؟ قال له: هذا التوراة يا رسول الله. قال له: لماذا تقرأ التوراة؟ ليه تقرأ التوراة؟ قال له: أقرأ يا رسول الله للاستطلاع. قال له: هل تعلم أن إذا كان موسى حي يتبعني ممنوع عليك تقرأ التوراة؟ وأخذ الكتاب منه وممنوع عليك تقرأ التوراة. يجب على محمد هنا، بما أنه تنبأ وقال اسم موجود بالتوراة والإنجيل، وهذه فرصة ذهبية، يأخذ التوراة ويقول له: شوف يا عمر، هذا اسم موجود في السفر الفلاني. يعني فرصة ذهبية كانت لمحمد وكانت لإيضاح لعمر وأصحاب عمر. فمحمد منع من الكتاب. لماذا منع من الكتاب؟ لكي لا يكتشفوا خطة الله كيف تكلم للبشرية قبل محمد. فمحمد ادعى أنه من الله وأخذ الفكرة أنها من الله من الكتاب المقدس، والتحم بالكتاب المقدس بطريقة يعني غريبة جدا. هو التحم بالكتاب المقدس بطريقة غريبة جدا، وشاهد الكتاب المقدس أنه كتاب من الله، وشاهد أن الأنبياء تكلموا معه، وقال: الشريعة اللي أعطت لموسى أعطت لي أيضا. ولكن الله صحح الشريعة فيما بعد، يعني في أمور تصححت، وأعطى مثل لأنها تصححت عند زمن عيسى بعد موسى، فتصححت عندي أيضا، فأعطى أمثال. فلهذا السبب يعني، ولكن الوحي بالإسلام يعني مخالف للكتاب المقدس، مخالف لكلام الله. نفس الآيات القرآنية إذا نأخذها مع بعض، إحنا الآن يعني إذا بتكلم بصيغة الإسلامي، هناك أهل المسيحي ليس أهل كتاب، هم أهل كتب. 66 سفر أي 66 كتاب بالمفهوم الإسلامي، 66 كتاب يوجد عندهم، 66 كتاب مرتبطة مع بعض، من سفر التكوين إلى سفر الرؤية، ولا يستطيع أي مسيحي يقول خلاف ذلك. كل الكتب مرتبطة، أي كتاب تجده وتجد السفر اللي قبله في السفر الأول، يعني تقرأ هذا السفر تجد السفر اللي قبله في السفر. محمد آياته هي ليس مرتبطة مع بعض، 114 سورة مش مرتبطة مع بعض إطلاقا، هو نفسه ناقض نفسه يعني. فكيف يكون هو من الله؟ الوعد اللي وعد به محمد للمسلمين هو يعني لم يتحقق منه شيئا. يعني قال: موجود اسمي بالتوراة والإنجيل، غير موجود لا بالتوراة ولا بالإنجيل. قال: تجدوني عندهم مكتوب، مش موجود عندهم. قال: عيسى اللي قال يأتي رسول من بعد اسمه أحمد، عيسى لم يقول هذا حسب مفهوم الإسلام إنه المسيح، يعني لم يقول هذا وغير موجود. وعلى المدعي البينة، يعني المسلمين لازم يجيبون الكتاب الأصلي أو الغير محرف أو النسخة اللي عندهم ويقولون هذا. من هذا المكان أتى التحريف، من هذا المكان ببساطة كما قلت لك أخوي إسماعيل والسادة المشاهدين. هناك يعني قرآن مدني وقرآن مكي وسنة. لماذا قلت هذا في التحريف؟ القرآن المدني لم يقول الإنجيل محرف إطلاقا، لا توجد آية تقول الإنجيل محرف، ولا توجد آية في القرآن المكي أيضا تقول الإنجيل محرف. طيب من أين أتى التحريف؟ في آية واحدة تقول: يحرفون الكلام عن موضعه، يعني الكلمة هي ثابتة ولكن التفسير يختلف عند بعض المسيحيين من مسيحي إلى مسيحي آخر. طيب أنا إذا أتفق مع هذا وقول وأقول لك سيب المفسرين وغير النص اللي موجود بالكتاب، يعني الكتاب صحيح، محمد يقول عنه الكتاب صحيح، بما أن القرآن لم يشهد بصحة القرآن أيضا، هو نفس القرآن: إنا نزلنا الذكر، نحن نزلنا الذكر ونحن له حافظون، في سورة الحجر والآية 9. طيب ما هو الذكر؟ لما نسأل الأحباء المسلمين ما هو الذكر، هل وردت آيات أخرى تقول لنا ما هو الذكر؟ في هذه الآية في سورة الحجر والآية 9 تفسير المفسرين يقولون الذكر هو القرآن، يعني هم اجتمعوا كلهم أن الذكر هو القرآن.
طيب في هاي الآية ذكر القرآن، في آية ثانية الذكر هو التوراة، في آية أخرى الذكر هو التوراة، لماذا؟ لأن في سورة الأنبياء 105 يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، كتبنا الزبور من بعد الذكر، يعني التوراة ببساطة الذكر هو التوراة. في آية أخرى في سورة الأنبياء والآية 7 يقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر لو كنتم تعلمون. أسألوا أهل الذكر، مين هم أهل الذكر؟ رجال قبل محمد الله كان يوحى إليهم. مين الرجال الأنبياء قبل محمد؟ عيسى وموسى، أليس كذلك؟ فهم أهل الذكر، هم التوراة والإنجيل الذكر. في هذه الآيات لما أجي المفسرين يفسرون هذه الآيات قالوا الذكر هي الكتب المقدسة، التوراة والإنجيل والزبور. طيب إذا أخذناها التوراة وإنجيل وزبور وقرآن أيضا، يعني أربع كتب ذكروا فيها، أوكي إذا أخذنا هاي الكتب هي غير محرفة، يعني الأربع كتب أن هي التوراة والإنجيل والزبور، ورجعنا إلى نفس الآية يعني سورة الحجر والآية 9 إنا نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون، نحن نزلنا الكتب المقدسة ونحن حفظناها فهذا غير محرف. الآن في القرآن المدني والمكي غير محرف، ولكن في آية تقول يحرفون الكلمة عن موضعها. لما نأتي للسنة، السنة تقول لا الإنجيل محرف بالحرف، الإنجيل الذي أنزل على عيسى تم تحريفه، مخالف للقرآن أيضا، مخالف للقرآن المكي والمدني. عند الشيعة أيضا نفس الكلام. فهناك ثلاث كتب، يعني الإسلام يتغير، هو نفسه تغير طيلة 23 سنة، تغير كل الأمور تغيرت. يعني الآن لما نسأل المسلم يقول لك محرف، ما هو الدليل أنه محرف؟ يقول لك قال رسول الله في حديث في البخاري. طيب ليه ما تجيب من القرآن مثلا؟ لا القرآن من لم يقول محرف، فببساطة يعني فيما بعد، فيما بعد، وفيما بعد هي فيما بعد في أحد الصحابة يعني كان جريء جدا، قال أين أنت يا رسول الله في الكتاب المقدس؟ قال تم تحريف. ببساطة هو السؤال مباشر، أين أنت في الكتاب المقدس؟ يعني في كتاب النصارى يذكر النصارى، أين أنت في كتاب النصارى؟ قال تم تحريفه. هذا تم تحريفه هو حديث وليس قرآن، يعني عن فلان عن فلان عن فلان سمع عن فلان عن النبي سأله فلان قال تم تحريفه. يعني سلسلة ستة سبع أشخاص واحد سبع من الآخر لما نوصل أن الكتاب تم تحريف، ولكن في القرآن لم يذكر هذا الشيء. القرآن يقول أننا نزلنا الذكر وأننا لو لحافظون، وحسب سورة الأنبياء 105 وسورة الأنبياء 7 الذكر هو التوراة والإنجيل وليس كتاب آخر. أشكرك أخي الحبيب كريم لأجل هذا التوضيح، وصلاتي أن أعزائي المشاهدين عم يسمعوا لكلام الأخ الحبيب كريم يؤكد، وهذا متعارف وموجود بس للشخص اللي بده يدور ويسأل، مثل ما سمعنا من الأخ الحبيب أنه في القرآن المكي والقرآن المدني لم يعترف القرآن بتحريف الكتاب المقدس التوراة والإنجيل والزبور، لكن السنة والأحاديث سواء عند السنة والشيعة هم الذين قالوا بتحريف الكتاب المقدس، أما القرآن نفسه فلم يعترف بتحريف الكتاب المقدس، والكلام يحرفون الكلام عن غير موضعه، هو تفسير وتأويل الكلام لكن الكلام ثابت غير متغير. لكن شفنا أنه في اختلاف بالوحي، فبحسب الكتاب المقدس تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس، الروح القدس كان يحل على الكاتب، يحل على موسى، على يوحنا، على بولس، يمتلك مشاعرهم وعواطفهم، يسيطر على انفعالاتهم وأفكارهم دون أن يلغي شخصياتهم، فيخرج الكلام وحيا لفظا ومعنى. بينما بحسب القرآن وبحسب الوحي، مفهوم الوحي في القرآن هو إملاء، اكتب اقرأ بعدين وبيقول له اكتب، فهذا الكلام نزل فأنت بس اكتبه وسجله في كتاب، فالمفهوم مختلف تماما. إذا عندك أي اعتراض على الكلام اللي عم تسمعه ونحن حابين نسمع منك بعد قليل، لكن شوفوا روعة أحبائي ما يؤكد روعة الله وقدرة الله في أنه يعطي الكتاب المقدس. ومش ممكن، يعني فهمنا من كلام الأخ الحبيب إذا التوراة والإنجيل والزبور هذا ما يسموه إخوة المسلمين للكتاب المقدس، فأنا عندي الكتاب المقدس هو العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم هو الناموس اللي هي التوراة، الزبور يعني المزامير كتب داود وغيرهم وكتب الأنبياء، هذا العهد القديم. والإنجيل اللي إخوة المسلمين بيقولوا عنه الإنجيل هو العهد الجديد. فالقرآن يعترف أن التوراة والإنجيل والزبور غير محرفين، فإذا هذا هو كتاب الله. سؤالي لإخوة المسلمين، إذا هذا الكتاب كتاب الله والله حفظه وموجود بين أيدينا اليوم، فلماذا نحتاج لكتاب آخر وهذا الكتاب الآخر مناقض لما في هذا الكتاب؟
شخص المسيح مثلا في الكتاب المقدس هو الله، من هو في جوهره هو الله، علاقته في الثالوث هو ابن الله، تجسد وصار واحدا منا بلا خطية ومات على الصليب ودفن وفي اليوم الثالث قام وصعد وسيأتي لكي يدين الأحياء والأموات. هذا ما يعلنه الكتاب المقدس بعهدي، العهد القديم والعهد الجديد، بينما القرآن يختلف تماما ويناقض كل هذا الكلام. المسيح لا الله، والمسيح ليس ابن الله، والمسيح لم يتجسد، الله لا يقدر أن يتجسد بحسب المفهوم القرآني، والمسيح لم يصلب ولم يمت لكن أصعد إلى السماء حيا، حيرجع مع المهدي لحتى يدين أو في الأيام الأخيرة. لكن هذا مفهوم القرآن مختلف ومناقض تماما لمفهوم الكتاب المقدس الذي قال القرآن بعدم تحريفه. أنا مين بصدق؟ من أصدق؟ السؤال مطروح أمامك أخي المسلم، وصلاتي أن تعمل عقلك، وصلاتي أنك تكون معرفة الحق ضالتك. بعد ما نرجع بمشيئة الله من الفاصل، نتطرق إلى موضوع التجسد. هل الله بالفعل على كل شيء قدير بالمفهوم الإسلامي؟ طيب إذا كان الله على كل شيء قدير، هل يقدر أن يصير إنسانا؟ لا، بيقول لك لا، يقول أخي المسلم لا. نتطرق إلى أكثر في هذا الموضوع مع أخي الحبيب كريم بعد قليل، لكن سننظر إلى لماذا، كيف تجسد الله، وعندما دخل العالم كيف دخل وبأي طريقة، ولماذا تجسد. السؤال الأروع، لماذا يتجسد الله، لماذا يصير الله إنسانا؟ هل كان له اضطرار؟ هل كان شيء أمر مفروض عليه جبرا، والله كان أمر بتلقائية وبمحبة وباختياره ودون أن يفرض عليه أحد، فعل هذا حبا بنا لأجل خلاصنا. أعزائي المشاهدين، هذا قليل من كثير من هذا الموضوع الذي سوف نتناوله بعد الفاصل، فابقوا. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامجكم أنت تسأل والكتاب يجيب. حيطلع عندك السلايد هلا عزيزي المشاهد، كلمات أيوب رجل الله الذي عاصر إبراهيم قديما، يقول عنده عند الله الحكمة والقدرة، له المشورة والفطنة. وقال لاحقا الكلام اللي حتشوفه هلا، قال: قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر. يا سلام على لغة الإيمان يا أحبائي، لغة الإيمان التي ترى الله على حقيقته. بالإيمان نستطيع أن نرى الله على حقيقته من خلال ما أعلنه لنا في الطبيعة وفي كلمته المقدسة. الله يستطيع أن يفعل كل شيء، لكن كل شيء ليس ضد طبيعته، لكن كل شيء مع، يتجاوب ويتماشى مع طبيعته الخيرة، طبيعته المحبة المليئة بالصلاح. مش ممكن الله يعمل شيئا رديئا، لا يمكن أن الله يا أحبائي يقوم بعمل يضر البشر، مش ممكن. مش ممكن أن الله يا أحبائي يقوم بعمل يعني يلهو. الله ليس بلاه وليس بعابث، لكن كل أعماله بحكمة. نتأمل في خليقة الله ونقول مع داود قديما: ما أعظم أعمالك يا الله، كلها بحكمة صنعت، ملآنة الأرض من غناك. قبل الفاصل توقفنا عند مفهوم قدرة الله في الإسلام وفي المسيحية، توقفنا عند مفهوم قدرة الله في الوحي وفي حفظ هذا الوحي بحسب المفهوم القرآني. اكتشفنا أنه بحسب القرآن، القرآن لا يعترف أبدا أن الكتاب المقدس تحرف، بالعكس يشهد، القرآن يشهد للكتاب المقدس، لكن الأحاديث هي التي قالت بتحريف الكتاب المقدس. لماذا؟ لأن محمد لم يوجد في الكتاب المقدس. لكن سنتعمق أكثر في قدرة الله في التجسد. هل يقدر الله أن يصير إنسانا بما أن الله على كل شيء قدير؟ طب السؤال الثاني، هل يقدر الله أن يصير إنسانا؟ طيب قدرة الله على أن يصير إنسانا ألا تقع تحت هذه الخانة، على كل شيء قدير؟ والسؤال الأروع، لماذا يصير الله إنسانا؟ عندما أستطيع أن أجيب على لماذا، أستطيع أن أفهم كيف دخل الله ولماذا صار الله إنسان. لماذا يصير الله إنسانا؟ لكي يخلصك من خطاياك،
ويخلصني أنا أيضا من خطاياي، لأن أجرة الخطية موت، والموت انفصال أبدي عن الله، والرمي والطرح في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت في جهنم النار في الجحيم. والله أحبائي يحبنا ولا يشاء هلاكنا. الله لا يشاء أن يهلك أناس، بل أن يقبل الجميع، الجميع إلى التوبة. ولأجل هذا أحبائي الله أتانا في شخص المسيح وتجسد وصلب ودفن ومات بعد أن دفن وقام، وها هو الآن يمد يده لك يقول لك تعال إلي. معنا اتصال من السيد خالد، أهلا وسهلا تفضل. مرحبا أستاذ إسماعيل. أهلا وسهلا نورت البرنامج. شكرا. تحية للأستاذ كريم، وأعتب عليه أنه كان سريعا، سريع لدرجة أنك في مقدمة الجزء الثاني الآن تتحدث على أنه تحدث عن مفهوم القدرة في الإسلام، ولم نسمع منه شيئا عن معنى القدير أو ذكر بعض الأدلة. مجرد أنه تكلم وذكر ما يعتبره المسلم عن بعض الشبهات المتعلقة ناقصات عقل ودين، وعن جبريل 60 جناح، وعن 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 إلى آخره. أنا أسأل الأستاذ كريم، هل الله أوكل حفظ الشريعة والوصايا والكتابة للمسلمين؟ الجواب لا، وفق الإسلام طبعا، لكن وفق الكتاب المقدس نعم أوكل الحفظ الكتب. لماذا؟ هذا موضوع آخر، لكن دعني أذكرك بما قاله بولس الرسول في رسالة رومية 3 الآية 2: كثير على كل وجه، أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله. لاحظ، وبولس الرسول يشهد لنفسه في رسالته لتلميذه حينما قال: وتعرف قدري في الديانة اليهودية. فالرجل كان حبر، وتعرف تتلمذ على يد من من كبار أحبار اليهود في عصره. أيضا: فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء، أفلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله. ما أرجوه منك يا أستاذ كريم علشان أواصل وأكتب معاك ما تريد أن تعرضه، أن تختار جزئية معينة بعينها حتى أستطيع أن أتواصل معك. أما تسميتك وخلطك لأمور ككل وكأنك تردد شبهات، المتلقي المسلم اسمح لي بهذه الكلمة سينظر إليك نظرة أخرى مغايرة لما أريدك أن تظهر به بمظهره. هذه مسألة. أختم بالسؤال التالي لك يا أستاذ كريم: كم مرة ذكر لفظ القدير أو صفة القدير في الكتاب المقدس؟ ولماذا في بعض الأسفار التي أريد منك أن تذكرها ذكر في سفر 70 مرة، وفي سفر 61 مرة، وفي سفر 30 مرة، وفي سفر 21 مرة؟ لماذا هذه الأسفار الأربعة من مجموع عدد كبير في العهد القديم ذكر القدير بهذه الكمية، وما هو السياق الذي ورد به؟ والجزء الثاني من هذا السؤال: لماذا فقط في موضعين فقط في العهد الجديد ورد وصف واسم القدير للإله؟ لماذا؟ وكما أنه ورد في صفة القدير مضافة إما لكلمته في موضع أو ليد الله في موضع آخر، فكيف تحاول أن توفق بين قلتها بموضعين بالمفرد أو أربعة بالمجموع، وكثرتها بمئات وعشرات المرات في العهد القديم؟ على ما يدل هذا؟ وسيكون لي اتصال آخر. شكرا. أشكرك أخي الحبيب خالد. مع اتصال أيضا من رحمن من العراق. أهلا وسهلا. هلو. ألو. أهلا وسهلا تفضل أخي الحبيب. سلام عليكم المسيح إسماعيل. سلام الرب يسوع لك أخي الحبيب رحمن. تحية لضيفك الكريم الإيراني. تفضل يا أخي رحمن. تفضل أخي إسماعيل. نعم. المسلمين لولا الشيطان ما عبدوا الله، والدليل راح أعطيك الدليل. المسلمين ما يخافون من الله بس يخافون من الشيطان، والدليل ان هم يتعودون يوميا عند تقريبا ما يقارب 100 مره. هاي وحده. الشغله الثانيه نقولهم ايش يقول لك؟ يقتنعون بان الشيطان يستطيع ان يتجسد في اي شيء، في حتى في حصى، في كل شيء.
يقول لهم الله يتجسد في هيئة إنسان، يقول لك لا كيف يتجسد الله في هيئة؟ طيب يا أقوى، شيطان أم الله؟ لما أنت تقتنع أن الشيطان يتجسد في كل شيء، طيب ليش ما تقتنع الله يتجسد في هيئة إنسان؟ لما تجسد مجسد بشجرة عليقة موسى، ليش ما تقتنع أن الله يتجسد بصورة إنسان؟ وليش الدفاع هذا عن القرآن وعلى النبي؟ والقرآن كله مليان خزعبلات وخرافات، يعني حتى الجاهل حاليا فهم، وكلها ما من عصر الانترنت موجود وحلقات موجودة ألوان وأشكال. نعم. يعني حتى الجاهل اتهم إن القرآن هذا كله خطأ وموجود، والدلائل الموجودة بالقرآن إنه خطأ، يعني الشغلات لا الشغلات العلمية موجودة بكلها خطأ. هذا العلم الحديث ظهر أن أي شيء بالقرآن ذكره هو خطأ. أوكي. طيب ليش متمسك أنت في القرآن هذا مليان خرافات وخزعبلات؟ كافي بطلع. أشكرك. تكرر الشيوخ. نعم. حبيب الرب يبارك. أشكرك. أشكرك أخي الحبيب رحمن، سنجيب على هذه التساؤلات. بشكرك. معي كمان يوحنا من أمريكا، أهلا وسهلا أخي يوحنا. المقدس هو منذ البدء قد قال وجاء ليضل ويقتل ويسرق ويغوي ويضل البشر. مظبوط. فهو يعني هو عدو الإنسان، هو الشيطان. نعم. بينما في الكتاب المقدس الله القدير المحب، الإله الحقيقي، الإله السلام، إله المحبة، إله القادر على كل شيء، ليس الإله المتواضع وليس المتكبر. نعم. أشكرك أخي الحبيب يوحنا، شكرا، ربي باركك. معي كمان أبو وسام من العراق. نعم نعم. تفضل أخي الحبيب. على فضاء نعم. سلامي على فضاء الحرية الأرامية وضيوفها الكرام، وسلامي على حب المحبوب الأخ إسماعيل. أحبائي، إذا أردت أن تقتني الحكمة اطع الله أولا. من عرف الكتب المقدسة عرف قدرة وقوة الله. الله هو المصدر الوحيد المخلص وللخلاص، وهو الذي يستحق التقديس والتسبيح. الله هو القادر أن يبدل رماد الإنسان ويلبسه جسدا ممجدا. الله وحده كاشف الأسرار، في أي نجاح تعمله يتم بقدرة الله وبفضله، انحني له بخشوع. الله فوق الجميع وهو القدير، لا يتعب عند حفظ السماوات والأرض. الله هو العروة الوثقى، تمسك بها تنجو، وهو كلي المعرفة يضمن لك الأبدية. والسؤال، هل إن حلت بك الضيقات وآلام الدهر هل تجد حلا بدون تدخل القادر المقتدر؟ أبو وسام من العراق وشكرا. أشكرك أخي الحبيب، الرب يباركك. أبو وسام سأجيب على سؤالك، لكن برجع لأخي الحبيب الأخ كريم. سمعت سؤال الأخ خالد، مش هعيده، لكن تفضل أخي الحبيب، ما هو ردك على خالد؟ شكرا لك أخونا إسماعيل، وشكرا لأخونا المتصل خالد. وأنا بقبل يعني أني أنا سريع، صح أنا سريع يا أخونا خالد، وراح يعني شوية أحكي ببطء علشان توصلك الكلمة دي، معاك حق في هاي النقطة. أخونا خالد قال هل الله حفظ الكتب المقدسة والشرائع عند أهل الكتاب؟ طبعا لا، هو جاوب على نفسه قال طبعا لا عند أهل عند المسلمين. لماذا ما تقدم لنا دليل يا أخونا خالد؟ كيف طبعا لا؟ طبعا حفظ، مش طبعا لا، طبعا حفظ، وجاب بها آيات قرآنية موجودة. وهذه الآيات أنا بقرأ لك منهم الغليل يعني، وأنت راح تراجع معي كمان يعني تكتب في سورة الأنبياء والآية 7، وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا المسلم لا يعلم يسأل أهل الذكر، أهل الذكر اللي عندهم التوراة والإنجيل والوصايا، أليس كذلك؟ هاي في سورة الأنبياء الآية 107. أخذ الآية الثانية سورة المائدة الآية 47، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. ليحكموا مين؟ أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم فهو من الظالمين. إذا أهل الإنجيل ما حكموا بالإنجيل اللي عندهم هم الظالمين، على أي إنجيل يتكلم؟ على الوصايا والإنجيل والشرائع اللي الله أعطاها لأهل الكتاب، أليس كذلك؟ آية قرآنية ثانية. أخذ الآية الثانية الثالثة يا أخونا المحترم في سورة يونس والآية 94. في سورة يونس يقول قل كنت
إذا كنت في شك من ما أنزل إليك الخطاب يعني جبريل لمحمد يقول له إن كنت في شك من ما أنزل إليك فاسأل الذي يغرون الكتاب من قبلك. اللي يغرون الكتاب من قبل محمد محمد قال التوراة والإنجيل هو نفسه. فكيف يعني أسأل الذين يغرون الكتاب من قبلك ولكن معلش هو محرف؟ مش ممكن. يعني الله يوصي محمد يسأل أهل الكتاب، يعني الكتاب صحيح، يعني هل الله يعطي محمد مصدر غير صحيح؟ مش ممكن. وهي تطعن في نبوة محمد في نفس الوقت. إذا الله يأمر محمد يسأل ناس يعني ليس عندهم كتب وليس عندهم شرائع بعد ماذا يسألهم؟ هاي آية أخرى يا أخونا، هاي آيات كثيرة جدا في سورة المائدة والآية 3، أنزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. أنزل الكتاب اللي على محمد بالحق كما يقول جبريل، وأنزل أيضا التوراة والإنجيل في نفس الآية. هل الله أنزل توراة وإنجيل محرفة؟ إذا كانت محرفة لماذا ذكرها محمد في القرآن؟ وإذا كانت صحيحة لماذا أنت تقول محرفة يا أخونا خالد؟ في آية أخرى يا أخونا خالد في سورة المائدة والآية 46 وهي الآخرية، آيات كثيرة أنا بس قرأت من سورة المائدة 46. وغفينا على آثارهم، يعني آثار الأنبياء، أرسلنا آخر رسول، الآية تقول آخر رسول أيضا يعني. وغفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل. التوراة اللي أتى عيسى والتوراة كان موجود مصدق، مصدق عن النبوات اللي تتكلم في التوراة تصدق نبوة عيسى، وعيسى عنده وآتيناه الإنجيل. الكتاب لا يقول، القرآن لا يقول محرف، يقول مصدق، مصدق لما بين يديه وآتيناه الإنجيل. هاي في سورة المائدة والآية 46. عندك سورة المائدة والآية 34، عندك سورة المائدة والآية 68، عندك سورة القصص، لا كلها تأكد، كل الآيات هاي تأكد. كيف تقول يا أخونا خالد طبعا هي محرفة؟ نعم. هاي سؤالك الأول. سؤال طيب. نعم، خلينا أخذ اتصال أخي الحبيب قبل ما نجيب على الأسئلة الثانية. شكرا أخ كريم. معي الأخ عيسى من سوريا، تفضل. مرحبا يا إسماعيل، كيفك؟ أهلا وسهلا. نحن نستناك حتى يطلع البرنامج حتى ناقشك. نحن نحب مناقشتك صدقني، ولو إنها يعني ولو إنها ضد بعض بس نحب مناقشتك، حتى عسى الله إنه يهدي أحد من الناس. شايف؟ هاي الأسس اللي عندنا. طب عسى الله، عسى الله أن يهديك أنت كمان، مظبوط؟ طب بس بليز وطي. نعم، الهداية لكل إنسان. يعني ممكن أنا أشتغل شغلات ما ترضي الله. سيد عيسى، عسى الله أنه يهديني. أوكي، وطي صوت التلفزيون واسمعني بالتليفون. وطي صوت التلفزيون واسمعني بالتليفون لأنه عم يعمل صدى أكو. تفضل. ألو؟ إيه تفضل. يا أخي إسماعيل، أولاً بدك تكون مقتنع بالقرآن إنه كتاب الله ومنزل حقاً وصدقاً. ثم يعني إحنا، أنا أقول لك الإنجيل نزل من عند الله، ما أقول لك إنه والله الإنجيل أعماله صحة، بس في خلفيات تناقش لو في مساحة لله. شايف؟ أنت يجب عليك تقتنع بالقرآن إنه كتاب الله. هذا الدين المسلم السني، ها السني، أسمعك السني، المذهب السني، هذا دين الله المخلص، ما في جدال ولا في أي مناقشة يا أخي العزيز إسماعيل. أشكرك. بعدين تفضل. عليه الصلاة والسلام، هذا نبيا 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 نبيا، إحنا نعلم أكثر ما تعلم. ثم عندما بتحط لي الإيراني هذا بالواجهة ويفسر القرآن على مزاجه، هل هذا منطق؟ هذا يفسره على هواته؟ هذا القرآن تعجز عنه المفسرون. طيب أخي الحبيب، أخي الحبيب عيسى، هذا الإيراني له اسم، اسمه السيد كريم، مثل ما أنت اسمك السيد عيسى، اسمه السيد كريم. بتعمل معروف سيد عيسى، ضيفي بدك تحترمه، أوكي؟ ضيفي بدك تحترمه، بتعمل معروف. مثل ما أنا بحترمك. اسمع. مثل ما أنا بحترمك بدك تحترم ضيفي. يا إسماعيل. تفضل. ألو. عندما يقدح بالقرآن وبالدين لا أحترمه، والله طيب أحترم. طيب. أشكرك أخ عيسى، لأنه الأخ الحبيب كريم مش عم بيفسر من عنده يا جماعة،
عم بيقرا. طب مش عم بيقول الاخ كريم يا اخ عيسى مش عم بيطلع الايه الحجر 9 والانبياء 105 مش عم بيطلع الايات؟ طب طلع معه، طلع معه وراقب واتبع الكلام اللي عم بيقوله الاخ الحبيب. لا انا هخليه يجاوب عن نفسه، مش هجاوب عنه، لكن بس رح اقول لاخ الحبيب خالد، في اخ الحبيب كريم حيكمل الاجابه عن اسئلتك، لكن انت سالت سؤال بخصوص الكتاب المقدس، قلت انه لقب او اسم القدير، لقب القدير واسم القدير الله القدير الشداي بالعبري ذكر قديما في العهد القديم كثير وبكثره، بينما في العهد الجديد لم يذكر الا بضع مرات. اخي الحبيب، الكتاب المقدس كله كتاب واحد، وحده متراصه، وحده واحده. فعندما يكون الله عندما يعلن عن ذاته لشعبه قديما وبحسب الظروف التي يمرون بها كان يعلن لهم عن اسمه ويعلن لهم، فاسمه في يحمل صفاته. لما مثلا قال له موسى يا رب أنت حتبعثني لأرض مصر وتقول لي وسأذهب للشعب وأقول لهم أنه الله أرسلني لكي أنقذكم وأخذكم إلى أرض تفيض لبنا وعسلا، حيسألوني شو اسمه، ما اسمه؟ ماذا كانت إجابة الله؟ قال لهم، قال الله لموسى خروج 3-14 قل لشعبي اسمي أهيا الذي أهيا أكون الذي أكون، واللي منا إجا الاسم يهوى الكائن والذي كان والقادر على كل شيء. فلقد أعلن الله صفاته من خلال أسماؤه. أنتم مستعبدين، أنتم في عبودية، أنتم في ذل، أنتم في رق، وتحتاجون إلى تحرير من يد فرعون، ويوجد بحر ونهر يفصلكم عن أرض سيناء، ويوجد صحراء تفصلكم عن أرض الموعد، ويوجد نهر الأردن أيضا. من الذي يقدر أن يخرجكم من أرض العبودية، يحرركم ويعتقكم، ويسير فيكم في وسط النهر على اليابسة، ويعبر فيكم هذا القفر العظيم، ويوصلكم ويدخلكم إلى أرض؟ الله القادر على كل شيء. وهكذا كل العهد القديم كان الشعب يتمتع بقدرة الله. في العهد الجديد نفس الكلام، نحن نحتاج إلى مخلص، عشان هيك اسمه يسوع ياشوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. ففي اسم يسوع هناك القدرة على الخلاص، وهكذا على طول الخط أخي الحبيب، القادر أن يثبتكم بحسب إنجيلي بيسوع المسيح رومي 16، القادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج يهوذا 24، القادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا أفسس 23. وهكذا الله، صفة القدرة لله موجودة في العهد القديم وفي عهد الجديد، وبحسب الحاجة كان الروح الله يذكر هذا الكلام. أخي الحبيب كريم، مرة تانية برجع لك وبقول لك تفضل في الإجابة على إخوتنا. أنا أخي اللي اتصل يعني أخونا خالد جاوبت على الآيات وعطيت الآيات بالشواهد كلها موجودة، تأكد أن الإنجيل والتوراة سليمة غير محرفة. وأخونا عيسى أيضا يعني اتصل وقال إحنا نؤمن به وهو غير محرف، ولكن في بعض الأمور لازم نناقشها والنقاش مفتوح لأخونا عيسى. بس خلينا نجاوب أخونا عيسى. أولا أخونا عيسى الرب يبارك حياتك وشكرا على اتصالك في البرنامج يا سيد عيسى. من ناحية أن قلت كريم الإيراني بيفسره، أنا لا أفسر يا أخونا المحترم، أنا ليس مفسر، أنا مسلم سابق اكتشفت حقيقة موجودة في الكتب الإسلامية وأنا أضعها أمام السادة المشاهدين. أنا أخونا يا عيسى أنا أريد أوصل لك حقيقة، ويجب أن تكون الحقيقة صادقة. يعني أي آية اللي أطلعها أنا على الشاشة السادة المشاهدين بيشوف من أول برامجي أقول قال الغرطبي قال الطبري، اختلفوا المفسرين في الآية، حتى إذا في اختلافات أيضا يجيب الاختلافات، أقول اختلفوا المفسرين وجمعت الأمة الإسلامية على رأي، ولا يبغى اختلاف للأخير، يعني لازم يجمعون، يعني قال فلان وقال فلان كلها أضحها لك أمامك، يجب عليك أن تبحث. يعني وأخونا يا أخونا عيسى إذا تكون أنت في كلامك يعني كلامك يعني إذا كان صحيحا اتصل بي يوم من الأيام وقول لي ذكرت الطبري ولم يقول هذا الطبري، أو قول ذكرت الغرطبي ولم يقول هذا الغرطبي، أو ابن كثير أنت كأخ سني الآن يعني تقول السنة الصحيح والسنة يعني أنت أخ سنة، أنا بذكر لك من المصادر السنية وأضع لك التفاسير أمامك. عليك أن تتصل وتقول لي أنت مثلا كذبت في الآية الفلانية، لم يقول الطبري هكذا أو لم يقول الغرطبي هكذا. إحنا في عالم مفتوح يا سيد عيسى، يعني أنت في تكة زر واحدة تستطيع توصل لأي تفسير،
لا يمكن أن أعرض شيء مش موجود وأقول عن هذا. السادة المشاهدين بيشاهدون، ملايين ناس بتشاهد الحلقة، أنا مش في مكان مفتوح أتكلم مع واحد، لا أنا بتكلم على العموم وأضع التفسير وأضع الآية وأقول غالب المفسرين هذا، بما أن مفسرين الإسلام جماعة الأمة الإسلامية لا يعلمه إلا الله والراسخين بالعلم قالوا آمنا بما أنزل إلينا، الراسخين بالعلم هم المفسرين وأنت تعتبرهم أنهم مفسرين السنة. أنا أعرض لك الدلائل وأقول لك قالوا المفسرين هذا النص والآية أمامك، فأنت تقول لي فسر من كيف، أنا ليس مفسر يا أخي لكي أفسر من كيفي، وليس لي الحق أني أفسر قرآنك إطلاقا لأن أنا لا أؤمن بهذا الكتاب كيف أفسر. الرب يبارك حياتك أخونا عيسى وشكرا للاتصال. أشكرك أخي الحبيب كريم. كمان إجابة لأخي الحبيب عيسى، أول شيء أنا بشكرك لأجل متابعتك للبرنامج وانتظارك للبرنامج، هذا شيء أنا أقدره وأشكر الله لأجلك أخي الحبيب عيسى وكل الذين في بيتك وكل الذين يشاهدون البرنامج. أحبكم وأصلي لأجلكم جميعا، وأصلي أن الرب يسوع الذي أظهر ذاته لي أنا شخصيا وأظهر ذاته لأخي الحبيب كريم، عندما قصدت في ذاتي أن أعرف الحق وكنت مخلصا في بحث عن الحق وكنت صادقا وراغبا في أن أتبع الحق مهما كلف الثمن، المسيح أظهر ذاته لي وكشف لي أنه هو الله الذي أحبني والذي صار إنسانا لكي يقدر أن يموت على الصليب، وأكبر دليل أن المسيح هو الله أنه قام من الأموات وهو الآن يخلص. لقد غير حياتي أخي عيسى، غير حياتي. أنت ما بدك تتعرف على إسماعيل من قبل 26 سنة، قبل 26 سنة كان إسماعيل إنسان خاطي شرير نجس، ما بدك تتعرف عليه، لكن المسيح دخل لحياتي غير حياتي صنع مني إنسانا جديدا، وبيقدر يعمل معك نفس الشيء. قلت حضرتك كلمة، قلت أنه القرآن من عند الله والإنجيل من عند الله، هذا لا يمكن أن يكون أخي الحبيب للسبب البسيط، لأن القرآن ينفي لاهوت المسيح وينفي بنوة المسيح لله وينفي صليب المسيح، بينما الكتاب المقدس والإنجيل يؤكدان هذه الحقائق، أن المسيح هو الله وأن المسيح تجسد وأن المسيح صلب ومات وقام. مرة تانية عم بيقول لي المخرج أنه حضرتك معنا أخي الحبيب عيسى، راح أعطيك فرصة تانية، تفضل. مرحبا، أهلا وسهلا، تفضل يا أخي الكريم. إسماعيل، أنا حديثي كان بس بدي أسأله ما يعني بالقرآن المكي والقرآن يعني سمى أسمية، إحنا عندنا قرآن واحد، أما بالنسبة للتسمية أسمعين أنا أحكي معك، التسمية القرآن المكي والقرآن اللي مدري سماه والله ما أعرف شو سماها، هذا يشتهر بالخط، كانوا يتسابقون بالخط الجميل العربي، هذا المسمى من أجل هاي، أما هو عن طريقة ما بده يحدع بالقرآن يخرق بالقرآن، يقول عندهم قرآنات حتى يصل إلى ما يفكر. أنا لم أقول هذا، لا خلينا نكمل، حنجاوب. تفضل يا أخي عيسى، تفضل. والله يا أخي هذه هي الغاية، القرآن واحد، الأسمية تسمية الخط الجميل العربي. أوكي. أخي عيسى، أوكي حاضر، بس عشان صحتك صدقني أنا بحبك، أقول الصدق في المسيح أحبك. أخي الحبيب، الأخ كريم ما قال أنه في قرآن يعني مختلف عن التاني، عم بيقول لك بالقرآن في سور مكية، يعني بحسب المفهوم الإسلامي أنه أنزلت على محمد في مكة، وفي سور مدنية أي أنزلت على محمد لما كان في المدينة، هذا اللي كان عم بيقوله الأخ الحبيب كريم، وحخليه هو يجاوبك. تفضل أخ كريم. شكرا لك أخونا إسماعيل، يعني توضحت الصورة، هو فكر أني أنا بتكلم على الحروف السبعة، أنا ما أتكلم على الحروف السبعة ورسمة الخط العثماني واليمني، أنا بتكلم عن القرآن في فترة معينة يا أخونا عيسى. طيب. لما كان محمد يا أخونا عيسى في مكة كان كم 13 سنة مش أكثر، يعني 13 سنة كان في مكة، ينزل عليه هذا القرآن يسمونه القرآن المكي، هو تسميته القرآن المكي. ليه القرآن المكي؟ كانت ديانات كثيرة ومحمد كان يدعو بالسلم، ليه؟ لأنه كان ما عنده صحابة، يعني ما عنده لا صحابة ولا شيء، كل صحابة محمد كانوا 72 شخص، الرواية الإسلامية تقول هذا، يجب أن يعني عليك أن تراجع هذا الأمر، 72 شخص، أولهم علي بن أبي طالب اللي هو أسلم، يعني خديجة وبعد علي بن أبي طالب. لما كان محمد في مكة قال لكم دينكم ولي دين، من شاء يؤمن ومن شاء يكفر،
قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال للمسيحيين جادلهم بالتي هي أحسن وإلهنا وإلهكم واحد. لما انتقل للمدينة قال كفر الذين قالوا الله ثالث ثلاثة. أنت لسه قلت إن إلهنا وإلهكم واحد، كيف صاروا ثلاثة؟ قاتلوا الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر حتى يعطوا الجزية، أنت قلت لكم دينكم واليدين. فلهذا السبب طلعوا المفسرين يا أخونا عيسى وقالوا في ناسخ ومنسوخ، والناسخ والمنسوخ هو موجود في سورة البقرة والآية 106، وما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بمثلها أو خير منها. ففي آيات تبدلت أحكامها، نسخها موجود ولكن الحكم تبدل. ما هو معاملة المسيحيين في سورة التوبة اللي هي آخر آية قبل الأخيرة بوحدة 113، ترتيب المصحف 114 إلى 113. أول الآية مطلعها براء من الله ورسوله من الذين عاهدتم من المشركين. فين عاهدهم؟ كان معاهد المشركين في مكة، وكان قال لهم إلهنا وإلهكم واحد، والله لا يحب المعتدين، وجادلهم بالحسنة وموعظة حسنة، كان يتكلم معهم. قال الله تبرأ، الله ورسوله براء من المشركين من الذين عاهدتم من المشركين. طيب ما نعمل فيهم؟ وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم في كل مرصد، فإن تابوا وقاموا الصلاة تابوا عن كفرهم. ما أنت كنت معهم كفار عايش معهم. تبدل الأمر، لما يتبدل الأمر المسلمين يطلقون على هذا الشيء قرآن مدني وقرآن مكي. هو قرآن واحد، أنا عارف، أنا أتكلم عن قرآن واحد، المصحف العثماني اللي بين يديك اليوم، المصحف العثماني اللي هو فيه 114 سورة. ولكن لا. سبب نزول الآيات كما قال لك أخونا إسماعيل نزلت في مكة ونزلت في مدينة، حسب الظروف تغير الأمر وتغيرت الأحكام فيها. نعم، أشكرك. أشكرك أخي الحبيب كريم، أشكرك أخي الحبيب عيسى. حنطلع الفاصل وسنعود بعد قليل، لكن قبل ما نطلع أخي أختي، هل تمر في ضيقات؟ إجابة لسؤال أبو وسام، إن حلت بك الضيقات ولا يوجد أي مخرج، لا يوجد لك أي منفذ، اتكل على الله، ضع أنظارك في الله القدير، اللي قال له أيوب قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر. وأعظم مشكلة واجهت الإنسانية أوجد الله حلا، مشكلة خطايانا دبر لها حلا في صليب المسيح. تعال إلى المسيح واقبله ربا ومخلصا لحياتك، الله يقدر أن يخلصك في صليب المسيح. ابقوا معي، سنعود بعد قليل بعد هذا الفاصل. مرة تانية أرحب بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من برنامجكم أنت تسأل والكتاب يجيب، موضوعنا عن الله القدير في القرآن وفي المسيحية في الكتاب المقدس. أحبائي، عندما ظهر الله لإبراهيم وهو في سن متأخر وقال له أنه بنسله ستتبارك جميع قبائل الأرض، قال له كيف يكون هذا وأنا ماض عقيما؟ وكان كلام الرب له لاحقا فيما بعد، هل يستحيل على الرب شيء؟ أنت عمرك يا إبراهيم 99 سنة وسارة 89، هل يستحيل على الرب شيء؟ وماذا حدث يا أحبائي؟ لما كان عمر إبراهيم 100 سنة وسارة 90 سنة أنجبت إسحاق ابن الموعد. لا يا أحبائي، لا يستحيل على الرب شيء. مرة الشعب تذمر وهم في صحراء سيناء، تذمر على موسى، نحن سائمت أنفسنا من هذا المن، بنا لحم، نريد لحما. وبعدين الرب قال له حرتب له المائدة في البرية. موسى قال له كيف أيذبح لهم حيوان البر أم يصطاد لهم سمك البحر؟ والله طير السماء، كيف من وين؟ فكانت إجابة الرب لموسى هل يعسر على الرب أمر؟ قال له 650 ألف رجل، يعني 650 ألف عيلي، ما يقدر بثلاثة مليون نسمة، أيذبح لهم حيوان البر؟ والله من وين؟ لكن رتب لهم في البرية مائدة، والله ما رتب، أرسل لهم السلوى وهكذا. لكن عندما أراد الله يا أحبائي أن يأتي ويخلصنا من خطايانا، إبراهيم أعطاه ولد عمره 100 سنة من سارة اللي عمرها 90 سنة، شعب طويل عريض أكثر من 3 مليون نسمة في الصحراء، أطعمهم لحم حتى أنه لحم طلع من أنوفهم. لكن عندما أراد الله يا أحبائي، عندما أراد الله أن يدخل إلى عالمنا لكي يخلصنا من خطايانا، لم يقل كلمة مثل ما قال له لإبراهيم قال فكان أمر فصار، ولم يقل كلمة مثل ما صار بحال موسى من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر، أمر، هو اللي أمر السلوى وإجت وهكذا أكل الشعب.
لكن الله لما أراد أن يخلصنا من خطايانا لم يقل كلمة، لكن الكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. بالرغم من إبقائنا، من محاولاتنا لإبقاء الله خارج عالمنا، الله تدخل. إن حياة يسوع المسيح، بليز اسمع هذه العبارات العميقة الجازمة الفاصلة المانعة المقتضبة التي تفسر كل شيء. إن حياة يسوع المسيح محاطة بقوسين من المستحيلات، فلقد دخل عالمنا من باب مكتوب عليه ممنوع الدخول، رحم عذراء. عذراء تحبل، كيف هيك؟ مستحيل، المستحيل عند البشر. الله تدخل، ودخل يسوع من باب مكتوب عليه ممنوع الدخول، رحم عذراء، وخرج من عالمنا من بوابة مكتوب عليها ممنوع الخروج، قبر، لكن قبر فارغ. هذا هو يسوع المسيح. الله القدير أوجد حلا، الله القدير صنع حلا عندما أتى في شخص المسيح. وهذا ما يليق بالخالق، عندما يدخل إلى خليقته يدخل من باب لم يدخله أحد، والفكرة بحد ذاتها لم تخطر على بال إنسان. عشان هيك أقول مع الفيلسوف العظيم المسيحي الذي كتب بالروح القدس بولس وبالإجماع: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. نعم، الله على كل شيء قدير، واستطاع أن يدخل إلى عالمنا في شخص المسيح متجسدا لكي يأخذ طبيعة بشريتنا بلا خطية، ولكي يذهب إلى الصليب ويحمل قضيتنا، يحمل خطايانا في جسده على الخشبة، ويحتمل دينونة خطايانا، وهناك يموت موتنا. قام بعد أن مات، لأنه هو الله القدير، والآن يدعوك: تعال. بذلت بالحب دما، ما رد حبي يا ترى؟ أتقبل إليه؟ هذا هو مفهوم قدرة الله في المسيحية. هلأ سأنتقل إلى أخي الحبيب كريم وأسأل أخي الحبيب كريم. في القرآن المفهوم أن الله على كل شيء قدير، لكن لما بنحكي مع إخوتنا المسلمين بنقول لهم: يا جماعة، بما أن الله على كل شيء قدير، أيستطيع أن يتجسد أن يصير إنسانا؟ بيقولوا لنا: لا، لا يستطيع. أيوجد هنا تناقض؟ هل يوجد هنا مغالطة منطقية؟ أخي الحبيب كريم تفضل. التناقض ليس عند المسلمين أخونا اسماعيل، هو نفس القرآن، مرة قال يستطيع ومرة قال لا يستطيع. نفس القرآن قال الله يستطيع يكون إنسان يمشي مع البشر ويتكلم معهم، مرة الأخرى قال لا يستطيع، وهذا اللي يقول عنه يعني مكي ومدني وفيما بعد السنة. سلايت رغم واحد المشهر جريد، خلينا راح أربط سلايتات يعني ثلاثة ببعض علشان المشاهد يفهم ماذا نقول. في سلايت رغم واحد في سورة الشورى والآية 51، الله لما يتكلم البشرين يقول: وما كان لبشر، لكل إنسان، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم. هاي سورة الشورى والآية 51. الله كيف يكلم البشر؟ يكلمه أو وحي أو من وراء حجاب. من وراء حجاب يعني الله يأخذ حاجب، ممكن يكون بشري ممكن يكون غير بشري، ويتكلم مع البشر. في تفسير الطبري يا أخونا أبو عيسى تقول يعني كيف يفسر؟ لا، تفسير الطبري يقول في قوله تعالى: وما ينبغي لبشر من بني آدم أن يكلمه ربه إلا وحيا أو من وراء حجاب إليه كيف يشاء. كيف يشاء؟ الله قادر على كل شيء. كيف يكلمه؟ من وراء شجرة، من وراء حجر، من وراء إنسان، من وراء بشر. الله إذا يريد يكلمك هو كيف يشاء يكلمك، أو إلهامه أو غيره أو من وراء حجاب. ويقول: وكلم موسى هكذا. لما يريد يقول كلم موسى هكذا، يا ريت الاستاذ على الصفحة علشان أخونا أبو عيسى يشوف المفسر ويشوف الآية بنفسه. يعني لما المفسر يأتي لهذه الآية يفسرها يقول: هكذا أيضا كلم موسى. هل الله كلم موسى عندك بالقرآن يا أخونا أبو عيسى وأحباء المسلمين؟ يعني موسى، الله كلم موسى، كلم موسى بالقرآن من وراء الحجاب، والحجاب اللي أخذها الله في سورة القصص والآية 30.
في سورة القصص الآية 30 اللي هي في سلاية رقم 2 يقول صاحب القرآن أو كاتب القرآن: فلما آتى نودي من الشاطئ الوادي الأيمن من البقعة المباركة من شجرة إني يا موسى إني أنا الله رب العالمين. السؤال: هل موسى رأى الله؟ موسى لم يرى الله. موسى أتاه صوت من الشجرة، الشجرة تقول لموسى إني أنا الله رب العالمين، وهذا ما قاله ابن كثير. ابن كثير يقول إن الشجرة التي نادى موسى منها ربه كانت شجرة عود، أو وقال بعضهم إنها كانت شجرة العليقة. فسر الآية: إني يا موسى إني أنا الله رب العالمين، أي الذي يخاطبك هو الله العليم الغدير. الشجرة تقول لموسى: اللي يخاطبك لا تشك بالأمر، اللي يخاطبك هو الله العليم الغدير. هاي في سورة القصص والآية 30. لما نذهب إلى آية أخرى، إلى آية أخرى، هل هناك آيات أكثر؟ في آية أخرى اللي هي في سلاية رقم 3 في سورة النمل الآية 8 والآية 9. سورة النمل: موسى أتى للقوم وقال الله يريد يكلمني، قالوا له كيف يكلمك؟ قال الله أمرني أن أشعل له نارا. هاي في سورة النمل الآية 8 والآية 9. الله أمرني أني أشعل نار في هذه البرية والله يكلمني من النار. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها سبحان رب العالمين. الآية اللي بعدها: يا موسى إنه أنا العزيز الحكيم. النار تتكلم، موسى لم يرى الله. بورك من في النار ومن حولها، جميع الناس اللي حول النار هم تباركوا من وجود الله اللي كان تكلم مع موسى في النار. ابن كثير أيضا يفسر، يا أخونا أبو عيسى، ابن كثير وليس أنا، يقول: يا موسى إنه أنا الله العزيز العليم، اعلم أن الذي يخاطبك ويناجيك هو الرب الله العزيز الذي عز كل شيء وغهره وغلبه الحكيم في أفعاله وأغواله. يا موسى اللي بيكلمك مش النار، أنا هو العزيز الحكيم. هاي الآيات تقول هكذا. إذن إذا أنا يعني عقلية الإنسان البشري، إذا أنا أؤمن بهاي الآيات كمسلم، إذا أنا أؤمن بهاي الآيات أن الله يستطيع يكلم موسى من شجرة والله يستطيع يكلم موسى من النار، يعني هل الله لا يستطيع يكلمني من خلال بشر وغالي ياخذ حجاب؟ والمسيحيين يعني يقولون ان الله اخذ صوره انسان، اخذ حجاب بشري وكلمنا، فين المشكله في ذلك؟ اليس الانسان افضل من الشجر؟ اليس الانسان افضل من النار؟ بطبيعه الحال الانسان هو اللي يدار الشجر وهو اللي يعمل النار وهو اللي يتحكم بالنار والشجر، فالانسان افضل من هاي المخلوقات. هاي الايه للاسف الشديد هي مكيه وليس مدنيه، يعني جمعت الأمة الإسلامية أن كل هذه الآية، كل صورها، كل آيات هذه الصورة هي مكية وليس مدنية. لما أتينا إلى المدينة نسخت هذه الآيات، ليس لها قيمة اليوم في المصحف، ليس لها قيمة. فهو نفس الإله القرآن، هو بدل الأمر. كيف يدعون عيسى وأمه إلهين وهو بشر يتمشى بالسوق والشارع؟ طيب أنت لسه قلت يتكلمكم من وراء حجاب. طيب إذا تكلم الله من خلال حجاب وكلم موسى واستشهدت بآيات موسى وتكلم مع الناس، لماذا تنسخ الآية؟ نسخها أن عيسى لا إله ولا ابن له وهو وأمه صديقة كانوا يأكلون طعام. يعني كأن المسيحيين مش عارفين أن المسيح كان يأكل طعام، كان يأكلون طعام. كيف تقولون عن الله؟ ما أنت لسه قلت تكلمكم من وراء حجاب، أنت لم تقول يعني إله القرآن قال لم ترون الله قط. طيب كيف يكلمنا الله؟ قال من وراء حجاب أو وحي أو يعني في داخلك يتكلم معك الله من داخلك ولكن لا ترى. طيب إذا قلنا الله تكلم معنا بالمفهوم الإسلامي من خلال عيسى، فين المشكلة؟ لا توجد مشكلة. نسخ الآيات لأن هذه الآية مكية، وهذا اللي تكلمت عنه يا أخونا المحترم، آيات المكية والناسخ والمنسوخ والمدنية هي المشكلة. أتت السنة فيما بعد قال لا يمكن أن يكون الله إنسان، لا يمكن. ليه؟ السبب أعطوني دليل مقنع. ليه؟ المسلمين يا أخونا إسماعيل يقول لا يليق بالله، كأنهم هم يغررون ماذا يليق بالله. المسلم اليوم لما تسأله تقول له لماذا الله لا يمكن يكون إنسان، يقول لك لا يليق بالله هذه الصفات. طيب هل يليق بالله يكون يعني يتكلم من خلال شجرة؟ والشجرة يعني تحمل ما تحمل، إذا أرد أعلق عليها يقعد عليها الطير ويعمل ما يعمل ويقطعها وذبها بالنار وحرقها، الله لا يضره شيء، لأن أمور الطبيعة، الطبيعة تتحكم بها، الله فوق الطبيعة، لا تضر أمور الطبيعة، لا تضر الله، لأن الله هو اللي خالق الطبيعة. الله يتكلم من خلال شجرة بالعلاقة، تكلم مع موسى، تكلم معنا من خلال المسيح، أي المشكلة؟ لا توجد مشكلة. القرآن في زمن المكي يقول لا توجد مشكلة ويكلمكم، في زمن المدني تم نسخ هذه الآيات كلها، كل الآيات تم نسخها، وأتت السنة قال لا يمكن الله يتكلم معكم من خلال بشر، هو قادر على كل شيء ولكن بشر لا. ليه؟ يقول لك لا يليق بالله هذه الصفات. طيب هل يليق بالله يكون داخل النار ويتكلم مع موسى؟ نعم.
نعم. هاي حلو. أمور يعني عجيبة غريبة عند أحباء المسلمين. مظبوط مظبوط. أشكرك أخي الحبيب كريم، وأنت عمالي تتكلم خطر على بالي وتذكرت آية من الكتاب المقدس رائعة جدا. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء بواسطة الأنبياء بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. فالله في العهد القديم يتكلم 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 بواسطة من خلال الأنبياء أنواع وطرق كثيرة في الأحلام في الرؤى، لكن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا مش بواسطة المسيح، في ابنه، ابن الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل لكل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جالس في يمين العظمة في الأعالي. أخي المسلم، الله على كل شيء قدير ويعمل كل شيء ويقدر أن يعمل كل شيء يتماشى مع طبيعته المحبة والخير والصالحة. سؤال، هل إذا صار الله إنسانا هل هذا يتوافق مع طبيعته؟ لكي نجيب على هذا السؤال، طب لماذا يريد الله أن يصير إنسانا؟ لكي يخلصك من خطاياك، فإذن هذا يتوافق مع طبيعته الخيرة والصالحة والتي تحبنا وتريد خلاصنا وليس هلاكنا. بس سؤال تاني يظهر على الساحة، طب لماذا الله يعمل هذا الأمر؟ ألا يوجد طريق آخر يستطيع الله أن يخلصنا من خطايانا؟ وهنا أحبائي، لأنه استغلق على الإنسان أن يخلص نفسه بنفسه، ولأنه لم يكن هناك طريقة أخرى ليخلص الله الإنسان نفسه، الله تدخل والله أتى لكي يخلصنا. أجرة الخطية موت، انفصال أبدي عن الله والطرح في جهنم النار، هذا أجرة الخطية. أجرة الخطية مش حسنات تذهبنا السيئات، أجرة الخطية ليست أعمالا صالحة، أجرة الخطية ليست نوايا حسنة وصادقة. مع كل نواياك الحسنة وكل مجهوداتك أشطب عليها، لأن أجرة الخطية موت، ونحن أخطأنا جميعنا وكان مصيرنا الهلاك الأبدي. الحكم قد أصدر وكنا ننتظر التنفيذ، لكن الله في محبته تدخل. كيف تدخل؟ هناك مفهوم خاطئ عند إخوتي المسلمين عن تجسد الله في شخص المسيح. تظنون أن الله تغير وتحول وصار إنسانا. غلط غلط، هذا مفهوم خاطئ لعقيدة التجسد. تقولون أننا نقول أن إنسانا تأله، كمان خطأ أخي الحبيب. إنسان محدود وما بيقدر. قال المسيح مرة، ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا، أو يجعل شعر سوداء بيضاء أو بيضاء سوداء؟ ما حدا. فإذا ما هو التجسد؟ كيف دخل الله إلى عالمنا في صورة إنسان؟ اسمع وركز معي، الله يخليك. الله صار ما لم يكنه من قبل. ماذا صار؟ صار إنسانا، على أنه لم يتوقف عن أن يكون ما كانه من قبل، لم يتوقف عن أن يكون الله. طب فسريها أكثر، الله يخليك. الله اللامحدود اتحد بالإنسان المحدود، على أن الله اللامحدود لم ينقص ليصير محدودا، والإنسان المحدود لم يزد ولم يرتقي ليصير لا محدودا. ظل اللامحدود لامحدودا والمحدود محدودا في اتحاد عجيب في شخص يسوع المسيح. المسيح هو الله وهو الإنسان، هو الله المتجسد، الله المتأنس. قال واحد من رجال الله هذه المقولة: إذا حاولت أن تفهم هذه الحقيقة، حقيقة أن الله تجسد، إذا حاولت فهمها خارج الإعلان، مع أنها هي ليست ضد العقل، هي فوق العقل، وهذا ما يليق بالخالق أن أموره تكون فوق عقولنا وأننا لا نفهم. إذا كانت الخليقة نقف أمامها عاجزين مندهشين، فكم بالحري ونحن أمام الخالق. فهذا ما يليق بالخالق عندما يدخل خليقته. قال هذا الرجل أغسطينوس القديس العظيم، قال:
إذا حاولت أن تفهم سر التجسد، هذا السر العظيم، إذا حاولت فهمه ستفقد عقلك، وإذا أنكرت ورفضت ستفقد نفسك، لأن خلاصك يعتمد على دخول المسيح إلى العالم. ولماذا تجسد المسيح؟ لماذا الله تجسد؟ لماذا؟ لكي يستطيع أن يمثلنا. أتى لكي يحمل هو عقاب خطايانا، أتى لكي يفدينا، هذا هو الفداء، الفداء أنه يأخذ مكاننا، يكون نائبنا ويدفع، يدفع أجرة ما ارتكبته أيدينا. تبارك اسمه. أديش بتفرح أخي المشاهد لما بيكون عليك مثلا قضية، بيكون عليك دين، بيكون عليك يعني ضيق مش قادر، وما في عندك مجال أنك أنت تهرب من هذا الضيق، من هذه التجربة، عندك مأزق، أنت في مأزق لا تستطيع أن تنقذ نفسك منه. بعدين بيجي واحد ما بتعرفه بيتحنن عليك وينقذك من المأزق، يأخذ هو المأزق لنفسه وبيدفع الثمن، شو ما كان، وبيقول لك روح أنت حر طليق. شو بتعمل معه؟ ماذا تفعل لهذا الإنسان؟ تقول له يعني العمر كله مش هيأدي أنت وتشكره لهذا الإنسان. فكان بالحري الله، الله أتى لكي ينقذنا من المأزق الذي وضعنا نحن أنفسنا فيه، ولم يكن لنا مناص ولا مخرب ولا مخرج. أعيش له العمر، أعيش له العمر وأنا أعبده وأخدمه. طيب نحن في انتظار اتصالاتكم أعزائي المشاهدين، رح أذهب إلى جزئية مختلفة. هل يستطيع الله في الإسلام أخي الحبيب كريم أن يخلص الإنسان؟ بمعنى يعني المسلم يعني شغال عمال، ونحن كنا أخي الحبيب كريم أنت وأنا يعني كل يوم يعني شغلنا الشاغل، همنا كان أنه نرضي الله، نفيق قبل الفجر لنصلي الفجر والصبح والظهر والعصر والمساء والمغرب والعشاء، وبعدين نصوم، وبعدين نعمل، حاول نعمل أعمال، ونهاية الأمر يا جماعة أنتم متأكدين من خلاص أنفسكم؟ بمعنى متأكدين أنكم حتروحوا على الجنة؟ متأكدين أنكم أرضيتوا ربكم؟ لا صدقوني، عسى ولعل، الله أعلم، ربك أعلم، إن شاء الله، عسى ولعل. هل الله يقدر أن يخلص الإنسان في القرآن، في الإسلام بحسب المفهوم الإسلامي، بمعنى أنه يعطيه قوة أن يقول للخطية لا وللشر لا ويعمل الصالح، ليس خوفا منه ولكي يتقيه ويتقي ناره، لكن حبا به وحبا بفعل الخير وحبا بالناس. تفضل أخي الحبيب كريم. جاوب على هذا السؤال الشيخ الغراضاوي في مقطع يعني مصور على اليوتيوب موجود بقناة مصرية، قال إذا ما كان حد الردة انتهى الإسلام من زمان الرسول. المسلمين اللي مثبتهم بالإسلام هو حد الردة، إذا لم يكن حد الردة انتهى الإسلام من زمان الرسول. والغرضاوي يعني له منصب كبير، هو مفتي أيضا يعني مفتي الديار في نفس الوقت، يعني ليس شخص عادي. وليس كلام الغرضاوي يعني، هي في أدلة هنا. لما توفى رسول الإسلام محمد يعني مباشرة صار حروب الردة. ليه؟ أكثر المسلمين ارتدوا، أكثر المسلمين، ليس أكثر يعني العدد الأكثر، يعني ممكن 60% 70% المسلمين ارتدوا وصارت حروب الردة، وعلي بن أبي طالب وعمر حرقوا المرتدين بالنار، يعني لما مسكوهم حرقوهم بالنار. وبناء على ذلك الطيار الأردني لما حرقته داعش استشهدت بهذا الحديث اللي هو موجود في مسلم والبخاري تقريبا، موجود في المصادر الإسلامية، قالوا هكذا أبو بكر حرق المرتدين فهذا مرتد، طيار مرتد عن الإسلام ونحرقها بالنار، يعني نفس الكلام. فحروب الردة كانت موجودة يعني في أول الإسلام، في عصر أول الإسلام لما محمد توفى، ويعني بدأ الإسلام من الصحابة وبدأ الإسلام لازم ينتشر، هناك حروب الردة. المسلمين ما عندهم أي تأكيد، لا يوجد تأكيد. سورة مريم الآية 71 وما منكم إلا واردها وكان على ربك حتما مغضيا، هذا لما القرآن يقول كلكم واردين إلى جهنم. التفاسير فيما بعد أتت وقال هو ثم ينجي الذين يعني اصطفاهم أو الذين يعني يعرفون من ينجيهم. محمد قال أمتي تنقسم إلى 73 قسمة أو 73 فرقة، 72 فرقة الهالكة وفرقة واحدة هي الناجية. مين الفرقة الناجية؟ اللي تتبع محمد. طيب مين الفرقة اللي تتبع محمد؟ كل فرقة تقول نحن، السنة يقولون نحن، الشيعة يقولون نحن، الحنبلية والشافعية والأصولية والاثنى عشرية، كل واحد يقول نحن. هناك 85 فرقة لحد الآن يعني، ولكن كل فرقة تقول نحن.
نحن نتبع محمد حق نتباع، فمش معروفة ولا معروفة يعني بيننا. في دعاء المسلمين في رمضان يدعون عنده للشيعة وعنده للسنة عام يدعونه بدون رمضان يعني. نعم. أنا بقول الاختلافات علشان المسلم يعني يفهم كيف أتكلم. في عند أهل الشيعة يقرون فقط في رمضان، عند أهل السنة يقرون لا في كل وقت يعني. آتي محمد الوسيلة والفضيلة والمغام المحمود الذي بعثت أنك لا تخلف الميعاد. بمفهومنا الحالي رجاء ادخل محمد الجنة. من 1400 سنة ندعو هذا الدعاء يعني، لحد الآن إحنا مش متأكدين رسولنا، إحنا خلينا عادي رسولنا مش متأكدين هو بالجنة أم لا، لحد الآن نحن ندعي له. في سورة الأحقاف غير عن نفسه هو حرفيا ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي وبكم، لا أعرف مصيري ولا أعرف مصيركم. سورة الأحقاف الآية 9، سورة الأحقاف الآية 9 مرة ثانية، قل ما كنت بدعا من الرسل ما أدري ما يفعل بي وبكم، يعني اتبعني ولكن أنا ما أعرف مصيري ولا أعرف مصيرك أنت المتبعني أيضا. والمسلمين يقولون يعني آتي محمد الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود يعني الجنة، المقام المحمود الذي وعدت أنك لا تخلف الميعاد، انت اعطيته وعد انت ما بتراجع بعدك، رجاء نخش الجنه يعني. هذا ببساطه الدعاء هكذا. فالمسلمين ليس لهم تاكيد يعني اطلاق. محمد لما راد يزور قبر امه والدته، وهذا الحديث موجود في اكثر من كتاب والحديث كله صحيح يعني صح الشيخ الالباني ايضا، قال الله اذن لي انا ازور قبرها عن امه ولكن لن يستاذن لي انا استغفر لها، وذهبت والده الرسول للنار. شخص اتى سال الرسول قال له اين ابي؟ قال له ابوك في النار. صحابه انزعج هذا الشخص، يعني انت ما تعرف ابوي ليه تقول عني ابوي بالنار؟ انزعج وزعل ومشى. لما زعل ناداه الرسول قال ليه زعلت؟ ابوك وابوي بالنار، الان لا تزعل، ابوك وابوي اثنينهم بالنار. فيبقى محمد لا يضمن الجنه لابوه ولا لامه، يعني لاني انا نبي على خاطري يعني خشهم الجنه ولو كانوا يعني لا يؤمنون برسالتي، لان ما كنت موجود يعني في العمر الأربعين هو ادعى النبوه وما كان عنده لا ام ولا اب يعني، فلخاطري يدخلهم الجنه لان انا من سلالتهم. لم يحدث هذا. فالمسلمين ليس لهم ضمان اطلاقا، القران لم يعطي ضمان اطلاقا. في ايه واحده تعطي ضمان هي في سوره التوبه 111، واحده تعطي ضمان ليس لكل المسلمين، للذين يقاتلون في سبيله. يقول ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الله اشترى المؤمن نفسه وماله يعطيه الجنه، المقابل يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. يعني لازم تكون في الصف الاول بالحرب ويقتل تقتل وتقتل وتقتل يعني في نفس الوقت. إذا متت بالحرب تروح للجنة مباشرة، إذا فجرت نفسك وقتلت الآخرين تروح للجنة مباشرة. ولكن الصوم الصلاة الحج الزكاة، أخيرا بكلمة الأخيرة هو الله أعلم، كلهم يقولون الله أعلم يعني. هل أنت بالجنة؟ الله أعلم. إذا الله رضى عني، طيب إذا ليه تعمل هاي الأعمال أنت إذا الله مش متأكد راضي عنك وما راضي عنك؟ السيد المسيح الوحيد له كل المجد، قال أنا القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. كلمة تأكيد يا أحبان المسلمين تركوها وراحوا يبحثون عن الله أعلم. وأعمال محمد وأفعاله وأغواله لم تضمن للمسلمين شيء إطلاقا. أشكرك أخي الحبيب كريم. روعة الإعلام في الكتاب المقدس عن قدرة الله أحبان، أنه الله يقدر أن يخلص. هتطلع الآية عندك هون عن المسيح الذي هو الله المتجسد، سلايد رقم 6 المخرج حيطلع لنا إياه. فمن ثم يقدر أن يخلص إلى التمام، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. رب يسوع أحبائي هو الله والذي يقدر أن يخلصك من خطاياك ويخلصك من سلطة الخطية في حياتك، لكي تعيش لله وتثمر لله وتكون بركة للآخرين. لكن أيضا سيخلصنا عما قريب جدا من جسد الخطية، حيث عندما سيأتي ويأخذنا ويعطينا أجسادا ممجدة لكي نعيش الحياة الأبدية والحياة الأخلاقية والأدبية والقداسة الكاملة في محضر الله وإلى أبد الآبدين. هناك تأكيدات في الكتاب المقدس تؤكد أن الله يخلص الخاطي، والله يغير الخاطي، والله يخلق منه خليقة جديدة، يغير أسلوبه، أسلوب حياته، يغير طريقة تفكيره، يغير أحشاءه، يغير شهواته، يغير رغباته، يغيره من الخارج، من الداخل إلى الخارج، فيصير إنسانا جديدا مختلفا، يعمل عليه معاملات كثيرة
حتى يوما بعد يوم يخلع الإنسان العتيق، يلبس الإنسان الجديد الذي يتجدد بحسب صورة خالقه، والذي سيتم ويصير حسب صورة خالقه عندما سيأتي المسيح، نكون مثله لأننا سنراه كما هو. ألا تشتاق لهذه الحياة؟ حياة نظيفة، حياة طاهرة، حياة بلا غش بلا التواء، حياة الطهارة، حياة القداسة، حياة النفع، تكون نافع للآخرين، حياة أنك بينك وبين الله عمار، بينك وبين الله العلاقة عامرة والعلاقة وطيدة والشركة قائمة، وبعدين تعيش لكي تحمل حضوره ولكي تنقل هذا الإله الذي دخل إلى قلبك وطهرك من خطاياك وصنع منك إنسانا جديدا، تحمله وتحمل حضوره للناس من حولك، لعائلتك، لامرأتك، لزوجك، لأولادك، للناس من حولك. فهكذا يا أحبائي نستطيع أن نتمم مشيئة الله في حياتنا. هذا الله القدير الذي قدر أن يخلصني لأن المسيح دفع ثمن خطاياي في الصليب، الله الآن يقدر أن يخلص كل الخطاة إنهم أتوا. لماذا؟ لأن المسيح دفع ثمن الخطايا، دفع المسيح ثمن الخطية في الصليب. عشان هيك الله الآن يقدر أن يخلص كل من يحتمي في صليب المسيح، كل من يحتمي في المصلوب، كل من يأتي وقد تطهر بدم الرب يسوع المسيح. الله يخلصه، والله يصير أبوك يا أخي، يصير أبوك، الله أبوك، وتدعوه تقول له أبانا الذي في السماوات، الذي سيهتم بك، الذي سيهتم بكل أمورك ويسد كل احتياجاتك، الذي سيسير بك دربك حتى وإن هاجت عليك عواصف الحياة، حتى وإن أتت عليك كل الملمات، تخف، الله معك. إن كان الله معنا، إن كان الله لنا، فمن علينا. طيب سؤال أخي الحبيب كريم، ونحن بعجالة بتوصل عند نقطة مهمة بعد قليل، ما هي الأمور التي لا يقدر الله فعلها؟ لكن سؤال، هل يقدر الله أن يثبت المسلم، يعني الإنسان المسلم يلي من كل قلبه وربه يعني تابع الله وتعاليم القرآن وكل شيء، هل في يوم من الأيام ممكن هذا الله يفلت منه أو يعني بيقدر في تأكيد أنه حيوصل لفوق ولا لا؟ تفضل أخي الحبيب كريم. الله تراجع بكلامه، هو وعد بهذا الشيء، ولكن في نفس الوقت هو تراجع بكلامه. في سورة الأنفال الآية 65، هي آية تتكلم عن الغتال، أنا مش ما هو موضوع الغتال، يعني آية يعني أتى جبريل لمحمد قال يا أيها النبي حرض المؤمنين على الغتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200، يا أيها النبي خذ المؤمنين يقاتلون الكفار حتى إذا كانوا غليلين، يكون منكم 20 صابرون يغلبون 200 من الذين كفروا أنهم لا يبغون شيئا. فذهبوا المسلمين حاربوا في الحرب، انهزموا، انضرب محمد على رأس رسول الإسلام وكسرت رباعيته كما يقول الحديث، كسر من عند السن، رجعوا يعني الصحابة يعاتبونه يا رسول الله أنت قلت نغلب وإذا يكون 20 صابرون يغلبون 200، اللي حصل. الآية اللي بعدها مباشرة الأنفال 66، الآن الله علم فيكم ضعف وخفف الأمر عنكم، إن يكون منكم 20 صابرين يغلبون 40 شخص بس. طيب ما أنت قلت إذا 20 يغلبون 200، قال لا تبدل الأمر، يعني الآن تبدل الأمر وعلم فيكم ضعف، يعني فكل وعود لم تتحقق يعني إطلاقا. والمسلم ممكن يعني يتهز، المسلم ممكن يتهز ببساطة، يعني لا يوجد إيمان ثابت عند المسلم. يعني الأحباء المسلمين كما أنا وأنت يعني وكثير من الأحباء العابرين، مولود مسلم في عائلة مسلمة محافظة، يؤدي هذه الصلوات ويؤدي هذه الفرائض، ولكن لا يعلم يعني شيء. والكتاب المقدس ممنوع في معظم الدول الإسلامية اليوم، يعني من خلال القناة العربية، من خلال المواقع التواصل، وصل الكتاب المقدس لمناطق لم يكن فيها من قبل. يعني اليوم المسلم يبحث ويفتش، صارت أسئلة كثيرة. يعني في إحصائية تقول يعني أكبر دولة في الجزيرة العربية من الدول الإسلامية اللي أصبح فيها ملحدين كثير هي السعودية. ما هو السبب؟ الإسلام لا يعطي خلاص، إذا كان المسلم الإسلام معطي خلاص، وإذا كان المسلم يعني الإسلام ضامن للجنة، فلماذا يترك الإسلام؟ المسلمين كلهم عرفوا حقيقة الإسلام، مش كلهم يعني الأكثر، العدد أكثر، عرفوا حقيقة الإسلام، ولا الله لا يستطيع يثبتهم بهذا الأمر. يعني هي أقوال وأحاديث وناسخ ومنسوخ وتضارب،
وصراعات الشيوخ ايضا لا تنسى، يعني صراعات الشيوخ على المنصات، يعني واحد يشتم الثاني وانت كلامك غلط وانت تأول من نفسك وانا مستند على هذا الحديث وهذا ضعيف وهي الامور كلها، يعني فهي هاي كمان تساعد الشخص اللي يبحث في مجال الاسلام. فالاسلام لا يعطي خلاص يعني للجنه ولا يحفظ المسلمين يعني داخليا، يعني حتى لما هو قال في عن الكعبه قال في ايات محكمات انه مقام ابراهيم من دخله يكون امنا، يعني هذا واحد يدخل هذا المكان اللي هو مقام ابراهيم اللي يسمونها الكعبه يكون امنا. طيب هل اللي دخلوا الكعبه كانوا امنين؟ قبل كم يوم واحد انتحر بالكعبه داخل الحرم المكي انتحر، قبل كم سنه طاحت الرافعه وقتلت 300 شخص، اتى سيول وقتلت الحجاج كلهم، يزيد ضرب الكعبه بالمنجنيق وقتل الحجاج، وهي بالمصادر الاسلاميه، فين يكون امنا؟ فالوعود لم تحصل، هذا المسلم اليوم يغرى على الوعود كلها اللي وعد بها القران لم تحصل ولم تتحقق. هل الجنه اللي مش موعود بها اطلاقا تحصل؟ شيء بعيد وما وعد بالجنه اصلا، فكيف تكون تحصل؟ فهذا الامر يعني بعيد عن حبال المسلم. اشكرك اخي الحبيب كريم، ما ابعد الفارق بين ما سمعناه وما سنسمعه الان من الكتاب المقدس عن اليقين الذي يعطيه الله لأتباعه الذين آمنوا بابنه بالرب يسوع المسيح ونالوا غفرانه والتصقوا به وصاروا معه واحدا. الله أبي، الله أبي لن يرمني، الله يا أحبائي لن ينقلب علي ويغير فكره في حاشا. نقول يا أحبائي، أقول لأني عالم بمن آمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. نقول يا أحبائي، نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة. نقول يا أحبائي، نحن نعلم أن كل الأشياء بحلوها ومرها تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. لأننا نعلم أنه متى أظهر المسيح حياتنا، متى أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. ما أروع اليقينية في المسيحية، ما أروع الله القدير، وكيف أحبائي هو قادر أن يحفظ أتباعه ويعطينا أحبائي هذه الثقة به، هذه اليقين، هذا اليقين بشخصه، ونتمسك بمواعيده. فهو أهل للثقة، الله المعلن في الكتاب المقدس هو أهل للثقة. ما في مرة قال كلمة وسقطت الأرض، حاشا، تكلم كما فعل، قال كما صار كما قال. لما قام من الأموات اجوا المريمات شافوا ملكين بالقبر، لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ ليس هو ها هنا، لكنه قد قام كما قال، هو قال انه حيموت ويقوم وهكذا حدث. الآية حتطلع عندك السلايد السابع من رسالة يهوذا، يقول وللقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم. شايف الله قادر أن يحفظنا غير عاثرين، ومش بس هيك ويوصلنا لعنده، ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. الإله الحكيم الوحيد مخلصنا له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل الدهور، أمين. ألا تشتاق أخي أختي أن ترتبط بإله كهذا؟ ألا تشتاق أن ترتبط بإله لا يغير رأيه ولا ينقض ما خرج من شفتيه مثل ما كنا عم نسمع؟ ألا تشتاق أن يكون لك علاقة مع إله أهل للثقة، يقول فيكون، يفي فيعد، أو يعد فيفي؟ تعال، تعال إلى الرب يسوع المسيح لكي تكون في علاقة مع هذا، مع هذا الإله. طيب أخي الحبيب كريم، سؤال، ما هي الأمور التي بحسب القرآن الله لا يقدر أن يفعلها؟ تفضل. بحسب الآيات القرآنية هو قادر على كل شيء وقادر أن يتجسد كما غرينا، ولكن الآيات تم نسخها فيما بعد وأتت السنة ونفت الأمر يعني إطلاقا، قال هو يمشي بالأرض وكيف يكون الله. وفي سورة التوبة الآية 31 تتكلم يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، اللي هي بالترجمة الإنجليزية محذوفة كلمة المسيح أصلا، لأن إذا غروها الناس الأجانب فراح يقولون المسيح هو الله، فتم حذفها من الترجمة الإنجليزية أيضا. فلهذا السبب يعني لما محمد كان يقول لليهود
اليهود اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، والمسيحيين اتخذوا المسيح الله، وأنتم المسلمين اتخذوا إله الإسلام هو الله. يعني ما عنده مشكلة مع ذلك هو كان في الأول، ولكن تم نسخ هذه الآيات وقال لا، كيف الله يكلمكم وكيف يكون بشر وكيف يكون إنسان. فكما قلت لك، قرآن مكي وقرآن مدني وسنة فيما بعد شيعة هي متضاربة مع بعض. أنا ما عندي كتاب أقدر أعطيك منه كلمة قاطعة، ما في مثل الكتاب المقدس اللي هو 66 سفر متصل أقول لك قال الكتاب المقدس، لما أقول لك قال يقول لك الآية منسوخة، لما أقول لك قالت السنة يقول لك هذا حديث تستشهد به على الآية القرآنية، لما أقول لك آية قرآنية يقول لك الطبري مختلف مع ابن كثير في التفسير، هذا لا يعلمه إلا تأويل إلا الله، أنت لا تأول القرآن ولا تفهمه ولا تأخذ مفسر واحد، يعني يجب أن ترى حتى 6-7 مفسرين. فالأمور بالإسلام هي متلاطمة مع بعض، ولكن ما هو اللي فعله إله الإسلام للمسلمين؟ ما هو اللي فعل إله الإسلام؟ لم يفعل لهم شيئا. التنبؤات اللي تنبأ بها محمد حسب آيات القرآنية لم تحصل أصلا. الأشياء اللي تكلمها كانت قبل الإسلام موجودة، مثل القصص الخرافية، مثلا قصة أهل الكهف، مثلا أهل الفيل، مثلا شق القمر، هذه كانت موجودة قبل الإسلام اللي نقلها. يعني الشيء الجديد اللي أعطاه للمسلمين لم يتحقق. الشيء اللي موجود هو موجود في أساطير الأولين، أو في موجود في الكتب المقدسة أيضا، أخذ من الكتاب المقدس أشياء كثيرة وضعها في القرآن. فالأشياء اللي موجودة قبل هي يعني موجودة قبل الإسلام أساسا. الأشياء اللي أتت يعني محمد وعد المسلمين بها لم تحصل. يعني لكم جنات تجري من تحت الأنهار، واليوم الجنة مختلفين عليها المسلمين حاليا، اليوم طلعت أمور كثيرة. لا يمكن أن الله يكون عند النساء بالجنة، يمكن يكون يعني عنب، ممكن تكون حور العين، وهناك يعني ممكن يكون أرواح لا تعرف الرجل مع المرأة. في أمور يعني ضربت بالأحاديث اللي كانت تكلمها يعني رسول الإسلام محمد. حلو. هو طيب تكلم عن الجنة، يعني هو أعطى أبو بكر، بس النقطة الأخيرة، أعطى أبو بكر اللي هو مبشر بالجنة، يعني قال أبو بكر من العشرة المبشرين بالجنة. يعني لما الصحابة سألوا أبو بكر يعني ما هو شعورك أنك تنبشر بالجنة، يعني يجب أن يفرح ويضحك ويقول لهم أنا مكاني فوق، أشوفكم فوق يعني في يوم من الأيام. قال إذا كانت إحدى قدمية بالجنة لا من مكر الله، إن الله خير الماكرين. يعني أنا إذا أروح على الجنة إذا ما دخلت تماما لا من مكر الله ممكن يرجعني. وهذا حصل بالفعل. يعني الذين، آية قرآنية تقول هذا الشيء وليس التفسير، يعني يقول الذين ينكرون يعني يؤمنون مكر الله هم من الخاسرين. لا تؤمن مكر الله إطلاقا، ممكن يمكر بك في أي وقت. وهو نفس آيات اللي غريتهم في سورة الأنفال وغيرها، تبدل الأمر في نفس الوقت. هذا اللي يبدل ويقول لك أنا أمكر ويبدل، ويعني ثبت عليه أنه يبدل كلامه. ما في ثغرة، لا ما في ثغرة إسماعيل ولا في أي أمر. أنا الصلاة إن الأحباء المسلمين يأخذون هذا الكلام بمحبة. أنا ما بكره المسلمين، أنا أهل المسلمين. أنا بقدم هذا الكلام لكي تبحث، لكي توصل لحقيقة. وأول يعني أخيرا وأولا، أنت حر بحياتك وأنت تغرر مصيرك. النور باين والظلمة باينة، والرب يبارك حياتكم. أمين أمين. أشكرك أخي الحبيب كريم. أنا أرى شوق قلبك وهذا شوق قلبي أيضا، فأنا أحب إخوتي المسلمين، أهلي بعد المسلمين، وأنا أصلي لأجلهم. وصلاتنا أن الرب الذي فتح قلوبنا وأنار أذهاننا أن يفعل نفس الشيء معكم إخوتي المسلمين الذين نحبكم ونصلي لأجلكم. شوف أحبائي، بحسب الكتاب المقدس هناك عدة أمور الله لا يقدر أن يعملها. الله لا يمكن ولا يقدر أن يغير كلامه. الله لا يقدر أن ينقض، لا يمكن أن ينقض ما خرج من شفتيه. مش ممكن. هل هو إنسان فيكذب أو ابن إنسان فيندم؟ حاشا حاشا. الله مش ممكن يقول كلامه بعدين يرجع فيه. مش ممكن يعمل عمل ويندم عليه، يعني يندم آخ يا ريتني ما عملت هالشي، يا ريتني عملته بطريقة تانية. مش أكيد مرة تانية بيقول كتاب ندم بمعنى حزن أنه عمل الإنسان، لأنه شاف النتائج المرة التي أدخل الإنسان نفسه فيها أو أوقع الإنسان نفسه فيها. فلما بيقول كتاب ندم الله وتأسف في قلبه، بترجمه تأسف في قلبه أنه عمل الإنسان، حزن على مصير الإنسان الذي جلبه الإنسان لنفسه. لكن أحبائي، الله لا يقدر أن يكذب. الله مش ممكن يكذب. شوف الآية، حتطلع عندك السلايد رقم 8 من رسالة العبرانيين. يقول الكتاب المقدس حتى بأمرين عديمي التغير لا يمكن أن الله يكذب فيهما، تكون لنا تعزية قوية نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا. في قسم وفي موعد، الله مش ممكن يكذب فيهما.
تكون لنا نحن أحبائي تعزية قوية، نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع أمامنا. أنا أشكر الله أني مرتبط بإله لا يكذب، هالشيء هذا يملأ قلبي بالتعزية الكبيرة والتشجيع والتأكيد واليقين والثقة أني أتعامل مع إله صادق، إله يقول كلمة لا يرجع، ما بتصير اثنين، لا تسقط الأرض. يا سلام يا سلام على هذا الإله المعلن في الكتاب المقدس. أنت بحياتك بتحب تتعامل مع إنسان بلسانين والله إنسان صادق، إنسان كلمته ما بتصير اثنين؟ عندنا بلبنان قديما كان يمكن بس الواحد خلص you have my word، يعني لما بيقول له خلص الكلمة اللي قلتها وبيسلم عليها بإيده أو بيحط إيده على شنبه، ما بعرف إذا موجودة بباقي البلاد العربية، لكن بتذكر بالزمانات بلبنان لما الواحد يحط إيده على شنبه خلص يعني كلمته ما بصير تنتين، والحكي اللي حكاه بده ينفذه، والوعد اللي وعده حيوفي فيه. كم بالحري الله، مش ألا تشتاق أن تكون في علاقة مع هذا الإله الذي عندما يقول لك إن تبت عن خطاياك وآمنت بما عمله ابني الرب يسوع على الصليب وخصصت لنفسك وقبلته في قلبك كرب ومخلص لحياتك، أنا أخلصك، تعال تعال صدق الله ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذبا. صدق الله، الله اللي أعطانا الكتاب مش ممكن يغير رأيه، الله قال لي أنه ما في خلاص إلا بالمسيح، مش ممكن يجي بعدين ويعطيني كتاب تاني ويغير رأيه فيه، حاشا، هذا مش الله. الله القدير، الله الذي يقول فيكون يأمر فيصير، مش ممكن يغير كلامه، لا يقدر الله أن يغير كلامه، لا يقدر الله أن ينقض ما خرج من شفتيه، لا يقدر الله أن يكذب. لكن خود كمان في أمر تاني، الله لا يقدر أن يعمله. ما هو هذا الأمر؟ الله لا يقدر أن يخلص إنسان لم يحتمي في صليب المسيح، مش ممكن. الله لا يقدر أن يخلص إنسانا كائنا من كان لم يحتمي في صليب المسيح. ليش؟ لأن المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، إلا بي. وهناك للأسف الشديد كثيرون اليوم، ما بدي أقول كثيرون، لكن كثيرون يتبعون هذا التعليم المضل الآن. هناك بعض الأسماء المرموقة في المسيحية، وللأسف الشديد بسبب تعاليمهم المسمة والمضلة وهذه البدع المهلكة، يعلمون قائلين أنه الله عنده دوائر أخرى بعيدا عن المسيح وصليب المسيح، الله يخلص الناس فيها وبس، يعني الإنسان يكون مخلص ويعمل يعني أقصى ما يمكن ويبذل مجهوده وبعدين الله حيخلصه. هذا كلام غريب على الكتاب المقدس، بل بالعكس هذا كلام ضد الكتاب المقدس، هذا يهين المسيح ويهين صليب المسيح يا أحبائي. كلا، الله عنده طريق واحد للخلاص هو المسيح وبس. يستشهدون بالعهد القديم ويقولوا لك أيوب وما بعرف مين وكيف خلص أيوب وكيف خلص إبراهيم، وبنقول لهم أعيد ما قلت سابقا وأؤكد عليه، الله يا أحبائي يخلص الناس من أول إنسان عايش على الأرض آدم حتى آخر إنسان حيعيش على الأرض. الله يخلص الناس بناء على ثلاثة ركائز، الله يخليك ما تنساهن. الله يخلص الإنسان بالنعمة كأساس، بالإيمان كوسيلة، كفارة المسيح كثمن. نوح وآدم وهابيل كيف خلصوا؟ بالنعمة، يستحقون الموت وأنا أستحق الموت، لكن بالنعمة أنتم مخلصون. ما في حدا بيستاهل أنه يخلص، ولا يوجد إنسان كائنا من كان يستحق أن يخلص، ما في، لكن بالنعمة أنتم مخلصون. المطوبة مريم بيقول الملاك سلام لك أيتها المنعم عليها. نوح بيقول الكتاب وجد نعمة في عيني الرب، ونحن أحبائي بالنعمة أنتم مخلصون، الله أنعم علينا في المحبوب. لكن النعمة كأساس، لكن الإيمان كوسيلة، لأنه بدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن الذي يأتي إلى الله يجب أن يؤمن بأنه موجود
وبأنه يجازي الذين يطلبونه. مش ممكن تخلص بدون إيمان. أعمالك ما بتخلصك، حسناتك، صدقاتك، نواياك الحسنة لن تخلصك. الإيمان، الإيمان بمن؟ مش بماذا؟ مش بما؟ الإيمان بمن؟ الإيمان بما فعله الرب يسوع على الصليب، الإيمان بالمسيح، والإيمان بما عمله الرب يسوع على الصليب. تؤمن بالله، تؤمن بالمسيح الذي أرسله مخلصا إلى العالم. الإيمان، فأنت تخلص بالإيمان وليس بالأعمال. الإيمان كوسيلة لكن بالكفارة كثمن. وهنا نجيب على سؤال، كيف خلص الله الذين عاشوا قبل المسيح وصليب المسيح؟ كيف خلصهم؟ خلصهم على أساس الذبيحة، على أساس الكفارة التي كانت ستقدم في المستقبل، يعني لما إجا المسيح ومات على الصليب. فكل مؤمني العهد القديم من آدم حتى يوحنا المعمدان كلهم كانوا يتطلعون لمجيء المسيح. إسحاق يسأل السؤال الرائع، يا أبتي، نعم، ها أنا ذا يا ابني، هو ذا النار والحطب، هو ذا النار والحطب، أين الخروف للمحرقة؟ أين الخروف؟ أنا اللي بعرفه لما بنروح لنعبد الله لازم نقدم ذبيحة، بس ما في ذبيحة. قال له، كانت إجابة إبراهيم بالروح القدس رائعة، قال له الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني، فذهبا كلاهما معا. الله يرى له، وبالفعل الله كان قد عرف من هو الحمل الذي سيأتي ويرفع خطية العالم. إسحاق يسأل أين الخروف، والمعمدان بعد 2000 سنة يجيب ويقول هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، مشيرا إلى المسيح، الرب يسوع المسيح يا أحبائي وصليبه. مؤمني العهد القديم والذين خلصوا كانوا يتطلعون إلى مجيء المسيح، ونحن الآن نعيش 2000 سنة بعد المسيح، نتطلع إلى الخلف إلى صليب المسيح ونقول هناك علق سيدي على الصليب، هناك ذبح المسيح، هناك دفع المسيح أجرة ما ارتكبته يداي. إذن أحبائي، دعونا نعرف الحقيقة. الله يخلص بالنعمة كأساس، بالإيمان تخلص كوسيلة، وكفارة وذبيحة المسيح كثمن. أخي الحبيب كريم، كلمات أخيرة، رسالة أخيرة لإخوة المسلمين. يعني قديش قلبي مكسور أخي الحبيب، أن هذه الأمور بالنسبة لإلك ولإلي واضحة وضوح الشمس، ونحن نعلم أخي الحبيب أنه إبليس قد أعمى أذهان غير المؤمنين، نحن نعلم هذا. لكن ألا توافق معي أخي الحبيب كريم، وهذا اللي أنت اختبرته واللي أنا اختبرته، وأقول هذا بملء الفم، أنه عندما قصدت في ذاتي، قصدنا في ذواتنا أن نعرف الحقيقة وأن نكون مخلصين في بحثنا، وأن معرفة الحق كانت هي ضالتنا، المسيح أظهر ذاته. أنا بحكي عن نفسي، المسيح أظهر ذاته لإلي. تفضل أخي الحبيب، وجه رسالة لإخوتنا الذين نحبهم والذين نريد خيرهم ونريد خلاصهم. تفضل أخي الحبيب. شكرا لك أخوي إسماعيل نمر، رب بارك حياتك، بارك السادة المشاهدين وكل العاملين في القناة. رسالتي الأخيرة لحباء المشاهدين، هذه البرامج يعني هي تنويرية، نعرضها لكم مجانا، يعني توصلكم إلى البيت مجانا. فهذه البرامج اللي نحن يعني نتطرق إليها، نحن لا نكره المسلمين إطلاقا، ولا عندنا مشكلة مع أي شخص مسلم كان من كان، لا قرآن ولا محمد ولا أي شخص، ولكن الحق المعلن بالكتاب المقدس نوضح لكم، لأن أنا اختبرت هذا الشيء. أنا عشت كمسلم 33 سنة وغريت الإسلام وغريت تفاسير الإسلام، وتركت الإسلام بملء اختياري، ولما أتيت للمسيحية غريت المسيحية واختبرت الرب يسوع المسيح بملء اختياري. وكما قال أخوي إسماعيل النمر، كان عندي اشتياق إلى معرفة الله، كان عندي اشتياق، ما كنت أعرف أصلي مسيحي، ولكن لما أتي من المحل للبيت أتكلم مع نفسي، هل يوجد الله؟ ليه ما يتعامل معي؟ فين هو؟ فين موجود؟ أريد أعرف الله، ليه ما يكلمني؟ من خلال هذا الكلام اللي كنت أقدمه إلى الله، الله حسبها صلاة وتكلم معي من خلال شخص مبشر أخ رائع جدا. فلهذا السبب أنا بقول لأحبائي المسلمين، إذا كلامي كان ما بيعجبك، إذا كلام أخ إسماعيل نمر ما يعجبك، كلام الخدام الباغيين على الآرامية ما بيعجبك، أعتقد يكون كلام الله يعني منطقي أن يعجبك، ارفع يديك للسماء وصلي وقل له يا الله وضح لي كلامك، صدقني راح الله يتعامل معك ووضح لك هذا الكلام. الإسلام إذا يكون دين حق لم نترك الإسلام،
إذا يكون الإسلام هو طريق الخلاص لم نترك الإسلام إطلاقا. ما عندنا عداوة مع الإسلام ولا المسلمين، يعني مخلين نفسنا في على الساحة، يعني في الدرع الأمامي أو في الخط الأمامي. نحن مخلين نفسنا في الدرع الأمامي لكي أنت تجد الحياة الأبدية كما وجدناها. الرب يسوع المسيح على خدكم مجانا ونعطوا مجانا، فهذا لهذا السبب مش لأكثر. أخونا أبو عيسى دائما معصب ويقول إحنا نشتم أخونا أبو عيسى، نغرى لك الأمور لكي أنت تفهم، لكي أنت تحصل على الحياة الأبدية اللي هي نعمة من أمين. الله معطاها مجانا لكل إنسان. ما عندك أي دليل أنت ترفض نعمة الله المعطاة، لا يحتاج منك صلاة ولا صيام ولا تغاتل الكفار إطلاقا. بما أن التشاريع الإسلامية صعبة جدا، لا يستطيع مسلم واحد على وجه الأرض من جميع المسلمين يقول أدي التشاريع الإسلامية كلها. حتى رسول الإسلام فيما بعد قال لا يستطيع مسلم يؤدي التشاريع الإسلامية كلها كما مطلوبة منه. هو يؤدي وبعدين يستغفر وبعدين يقدم لله يعني استغفار لكي الله يقبل ما وقع من هذه الأمور. بالمسيحية لا يوجد هذا الشيء. الله أعطاك نعمة وأنك تصلي وتطلب وتقول لله أعطني الطريق الحقيقي أو ورني النعمة اللي أعطيتني إياها. صدقنا الله راح يتعامل معك. الرب يبارك حياتكم جميعا. أشكرك أخي الحبيب كريم، وشكرا لتواجدك معي على هذا البرنامج في هذه الحلقة، وشكرا لأجل رسالتك الأخيرة. أعزائي المشاهدين، قال الكتاب ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا من خلق هذه، من الذي يخرج بعدد جندها يدعو كلها بأسماء النجوم والكواكب والمجرات التي الآن العلماء لا يستطيعون أن يحصوها. الله مش بس بيحصيها، لا، كل وحدة، كل نجم، كل كوكب، كل مجرة إلى اسم عنده، يدعو كلها بأسماء لكثرة القوة وكونه شديد القدرة لا يفقد أحد. الله قوي جدا لكنه شديد القدرة، فبالتالي لا يفقد أحد. هذا بالنسبة للعالم والخليقة والطبيعة والسماء والأفلاك والمجرات، فكم بالحري نحن البشر. يا أحبائي، الله المهتم بخليقته هذا الاهتمام، حتى أنه يدعو كل واحدة من النجوم والكواكب بأسماء. العصافير لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم يهتم بها ويقوتها، ألستم أنتم أفضل من عصافير كثيرة؟ الله مسؤول عن خليقته، لكن ماذا عنك وعني؟ أليس هو الذي يسد احتياجنا؟ أليس هو الذي يعطينا الهواء؟ أليس هو الذي يعطينا الطعام والسرور والأزمنة الممطرة والمثمرة ويملأ قلوبنا طعاما وسرورا وكل شيء؟ هو القدير، هو الذي يهتم بنا، هو الذي خلقنا، هو الذي أحبائي يهتم بكل أمورنا. لكن أروع وأهم أمر مهتم به الله خلاص نفسك. قال المسيح: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي فداء عن نفسه؟ جاي يوم وستقف أمام الله لكي تقدم حسابا عن نفسك، حيقول لك أجرة الخطية موت. ماذا فعلت لكي يستد كل فم؟ مش حتقدر. حسناتك وكل ما عملته خرق بالية، خرق بالية. كلنا في الموازين إلى فوق، أفكارنا شر وفساد، كلنا فعلنا الخطأ وفعلنا الشر بإعلان فاسد، ولما حاولنا نصلح بس لحتى نكفر عن الخطأ اللي عملناه. أتاري التكفير عن الخطأ نحن ما بنقدر عليه، فقط المسيح الذي مات، المسيح الذي دفن، الذي قام، هو وحده يقدر أن يخلصك. تعال إلى الرب حسن الأمل، تعال ولا تؤجلي. الله يقدر أن يخلصك ويقدر أن يعمل منك إنسانا جديدا إن كنت تأتي إليه. الله لا يقدر أن يخلص أي إنسان لا يحتمي في صليب المسيح. صلاتي أنك تأتي للرب يسوع المسيح بكل توبة قلبية وإيمان حقيقي، وتتخذ الرب يسوع ربا ومخلصا لحياتك، فسيخلصك. صلي وقل له: أيها الرب يسوع، ادخل قلبي، غير حياتي، طهرني بدمائك، اغفر خطاياي، اقبلني ابنا لك. إن صليت هذه الصلاة من قلبك وعنيتها، المسيح خلصك. والمسيح يقول لك: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. اكتب لي، راسلنا، حابين نسمع منك وحابين نتشجع لنشجعك كمان،
وإلى أن ألقاك في حلقة جديدة من برنامجك أنت تسأل والكتاب يجيب، الرب معك.